بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عندنا بعض الموضوعات المهمة جدا في البداية كالعادة بنناقشها مع حضراتكم. أمور جدت علينا امبارح خصوصا بعد القرعة اللي تمت امبارح في البطولة العربية، كلام كتير جدا هنتكلم فيه، وكمان اللائحة الاسترشادية وبعض الإعلاميين اللي موقفهم غريب جدا هنتكلم في الكلام ده كله. وكمان في الفقرة الثانية هيبقى معانا واحد من نجوم النادي الأهلي، كابتن النادي الأهلي الكابتن وليد صلاح الدين، نتكلم فنيا وتوقعاته للتشكيل والنادي الأهلي هيبتدي المباراة ضاغط من قدام، كلام الكورة اللي حضراتكم بتحبوه، نتكلم في كل حاجة في الفقرة الثانية إن شاء الله. اسمحوا لي في البداية قبل أي حاجة، دايما بحب أطمنكم على فريق النادي الأهلي. عارفين إن الفريق سافر اسكندرية، المباراة في برج العرب، في 25,000 متفرج هيبقوا موجودين إن شاء الله، ودي حاجة كويسة للدعم والمساندة من الجماهير، خصوصا ان الكلام كان كتير على النادي الاهلي ان البداية غير موفقة وفرص الاهلي صعبة جدا، وسمعنا الكلام دوت وطول الوقت الناس اللي بتصدر لنا احباط، لكن اللي بيراهن على النادي الاهلي بيكسب، واللي بيراهن على النادي الاهلي ولعبته وجهازه الفني بيكسب، واللي بيراهن على جمهوره بيكسب، لان النادي الاهلي مش بالسهل اللي هو يحبط، ومش بالسهل اللي بيسيب بطولة تروح منه حتى لو هي ودية. خلونا نروح لزميلي حسام نور الناقد الرياضي بجريدة الصباح. حسام برحب بيك. أهلا وسهلا بيك كابتن شادي وكل السادة مشاهدي وجمهور ومتابعي قناة النادي الأهلي. حسام طمني على فريق النادي الأهلي والمعسكر والتدريب النهارده، اتفضل. التدريب النهارده كان الساعة 6:30 كابتن شادي على ملعب برج العرب، كلنا عارفين طبعا زي ما انت قلت النادي الاهلي دخل معسكر مغلق من امبارح عشان خاطر يخوض مرانه الاخير ويكون في حاله من التركيز، البطوله اكتسبت اهميه كبيره جدا مع الجهاز الفني، خصوصا بعد ما كلنا شفنا ارتباط الجمهور النادي الاهلي فيها، مش هي مجرد بس بالنسبه له بطوله وديه او فتره اعداد قبل المباريات اللي جايه في كاس مصر وفي افريقيا، النادي الاهلي اي بطوله بيدخلها بيبقى عينه على اللقب، عينه على المركز الاول، فيمكن ده خلى الجهاز الفني بيهتم بشكل كبير جدا بكل التفاصيل. هيكون في محاضره فيديو النهارده يا كابتن شادي لشرح بعض الجوانب الفنيه، تكليف اللعيبه بمهام محدده، وضع الخطه الخاصه بالمباراه، خصوصا انه يمكن مباراه الدور الاول بين الفريقين كان النادي الاهلي مسيطر بشكل كبير، كان ليه فرص لكن ما كانش موفق ان هو يقدر يكسب المباراه. اعتقد ان دي طبعا هتبقى حاجه كويسه جدا انه النادي الاهلي يقدر يستعيد الفوز من جديد ويؤكد الزعامه والصداره اللي وصلها. التدريب النهارده كابتن شادي بدا بالمحاضره من كابتن حسام البدري، نبه فيه على بعض النقاط الهامه للعيبه، وبعد كده كان في جزء بدني، وبدا بعد كده الامور الخططيه والفنيه بالاضافه لبعض اللعيبه كابتن شادي اللي هم ما اتفرجوش بشكل جماعي زي كابتن حسام غالي كابتن الفريق ومحمد نجيب، عندهم كان بعض حسام غالي كان عنده اسهال، محمد نجيب عنده اصابه عضليه، باسم علي كان عنده كدمه في الفخذ برضه النهارده كان خد فتره تاهيل، اللي برضه نقدر نطمن جمهور النادي الاهلي انه صالح جمعه كان عنده نزله برد شديده يمكن جات له فجاه امبارح، ما كانش قادر ان هو يتحرك من السرير بتاعه من الاوضه، لكن النهارده قدر ان هو يتحمل على نفسه بعد ما خد مجموعه من السبعينات ونزل وشارك بشكل جماعي. عايز اقول لك كابتن شادي انه اجواء البطوله مسيطره بشكل كبير جدا على الجهاز الفني وعلى اللعيبه، حتى ده يمكن ظهر في تصريحات كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه النهارده، اكد ان البطوله مهمه جدا وان النادي الاهلي عمل مع اي بطوله على هي هدف محدد يضاف للاعبين وهدف تسعد الجمهور، واكد ان هو طالب اللاعبين بشكل مستمر انه ما يبقاش فيه عصبيه خالص، وكمان حتى ناشد الناس كلها ان هي يبقى فيه يمكن تناول عقلاني شويه للبطوله، الناس بتتكلم برضه يا كابتن شادي عن انه في مؤامره تحكيميه وانه في محاملات في نظام البطوله، كل الحاجات طبعا كلام مش منطقي وكلام مش ملوش اي مبرر ولا اي حاجه في الواقع يعني. بتكلم انه مباراه الفيصلي مباراه قويه وانه الفرق الاربعه اللي خدت للمربع الذهبي كبيره بالمرحله اللي وصلت لها، وان كل الفرق عندها حظوظ، وان النادي اللي احنا هيتعامل مع مباراه بكره بمنتهى الاحترام والجديه والحذر، وانه هيكون في طبعا خطه معينه لكن هو طبعا رفض الاصرار عنها، خصوصا ان هو يمكن استعان ببعض اللاعبين اللي ما كانوش موجودين الفتره اللي فاتت نظرا لاهميه المباراه واهميه البطوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. حسام حابب تضيف اي حاجه تانية؟ حابب بس نوجه رساله يا كابتن شادي يعني لجمهور النادي الاهلي، انت قلت انه العدد 25,000 ده طبعا عدد كبير،
في ترتيبات امنيه، يا ريت الناس كلها طبعا تكون ملتزمه بيها ان شاء الله وتخرج المباراه بصوره حضاريه. النادي الاهلي ممثل مصر في البطوله، البطوله على ارض مصر كابتن شادي ماشيه بشكل كويس جدا لحد دلوقتي وحققت اهدافها سواء من التقاء الشباب العربي او التلاحق بين الجماهير، الانديه اللي شاركت برضه حققت استفاده سواء استفاده ماليه او استفاده فنيه. نتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ممثل مصر في البطوله ان هو بكره يكسب ويكمل مشواره لحد النهائي باذن الله. زميلي حسام بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتدخل معانا بتقول لنا كل المعلومات، بشكرك شكرا جزيلا. ده مهم جدا، النادي الاهلي بيستعد بشكل قوي في معسكر من امبارح، الكابتن حسام البدري استعان بالمجموعه المقايضه كلها في الخبرات، حتى اللعيبه اللي كانت واخده اجازات موجوده، التشكيل هتلاقوا كلام كتير، مين هيلعب مين هيدخل، اللي يلعب يلعب، المهم الاهلي يكسب، هو ده شعارنا طول الوقت. كابتن حسام البدري والجهاز الفني المحترم اللي معاه المعاون الكابتن احمد ايوب، كابتن طارق سليمان، الكابتن ابو العيلة، انيس الشعلاني، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الناس اكيد عارفين النادي الاهلي لما بيدخل بطوله حتى لو ما بيلعب مباراه وديه مطالب طول الوقت بالفوز. اسمحوا لي في البدايه هتكلم عن موضوع مهم جدا، واحنا ما ينفعش الامور تعدي كده، يعدي عليها يوم يعدي عليها اتنين بيبقى لينا وجهه نظر، وفي بعض الامور اللي ما ينفعش معاها الطبطبه، لان الناس بتفكر ان الطبطبه دي بتبقى اللي انت ضعيف او خوف. اسمحوا لي في البدايه هتكلم عن صحينا من النوم لقينا نظريه المؤامره اللي عايشين فيها طول الوقت، اللي النادي الاهلي بيتظبط له القرعه عشان يلعب المباراه النهائيه. تخيلوا ان الاهلي العظيم الكبير النادي القرن في العالمية، وتكلم ثلاثة ولا خمسة كاسة عالم للأندية والتاريخ الكبير ده كله، ويجي يقول لك إن النادي الأهلي بتتظبط له القرعة عشان يلعب النهائي. ولما نيجي نتكلم على الموضوع ده هناقشه بشكل مختلف شوية، لأن في ناس بتنصب نفسها ملك أكتر من الملوك طول الوقت، بيحاولوا يفرضوا رأيهم على الجميع وبيفكروا لما يكتب على صفحته حاجة ده ولا ده ولا ده فهو مؤثر، لكن الحقيقة التاريخ بيبقى كتب كل حاجة للأهلي أكبر من أي حد، والأهلي كبير والأهلي فوق الجميع، مش الأهلي فوق الجميع عشان نتريق على حد، لكن الأهلي فوق الجميع ببطولاته بجماهيره، الأهلي فوق الجميع بإنجازاته والثوابت اللي موجودة عنده. فمن هنا هتكلم صحينا من النوم كان في قرعة النادي الأهلي اتظبط له عشان يقابل الفيصلي. طيب واللي أنا عايز أقوله اللي كان فيه مناديب من الأربع فرق اللي وصلوا، والمناديب اللي موجودة محدش اعترض، هو محدش بيسأل نفسه والمناديب محدش اعترض ليه، كان فيه من الترجي موجود النادي الكبير المحترم، وكان فيه من الفيصلي، وكان فيه من النادي الأهلي، وفيه من فرقة المغرب، الكلام ده كان كله موجود، فالناس قبلت بالوضع ده محدش احتاج. اللي احتاج بقى عندنا احنا صحفيين على الفيسبوك، وكل واحد بيبان انتمائه، وكل واحد عايش في المؤامره الكونيه طول الوقت. فالرياضه بيبقى فيها روح رياضيه، حتى لما الاهلي بيمثل مصر ولا هي شعارات بنقعد نرددها بس وخلاص ونضحك على الناس. فالاهلي فعلا بيمثل مصر. والاهلي هل بتاريخه ده هيستنى ان يتظبط له يقابل مين ولا ما يقابلش مين؟ ففي البعض بيكذب كذبه والبعض بقى يرددها ويصدقها، وصفحات فرق منافسه ويبتدي الكلام يطلع. طيب لو انا همشي ورا كلامك وهصدقك، هو انت فين؟ هو انت مش موجود ليه؟ هو انت كل ما الاهلي يقابل المنافسين بتشجع المنافسين؟ هو انت الاهلي اتعمل قرعه فانت ضدها بتتظبط له؟ هو انت الاهلي كل ما يجي حكم ده جاي بيساند الاهلي؟ ده وصلت كمان باللعبه، ده الاهلي ليه ضربه جزاء مش عارف وهميه. هو انت طول الوقت هتفضل عايش في ده؟ فنصحتنا عشان احنا عندنا روح رياضيه وما بنخلقش الاعذار، ولما بتروح مننا بطوله بنسكت ونشتغل ونتعب عشان نرجع ناخدها تاني. لكن ما بقعدش ابرر وما بقعدش اتكلم كتير وما بقعدش اخلق اعذار. فنصحتنا كل واحد يرتب بيته، كل واحد يشوف هو اخفق في البطولات، اخفق في البطولات المحليه وبطولات عربيه وبطولات كتير جدا وبطولات افريقيه، يقعد يذاكر.
او يبص جنبه للنادي الاهلي، ازاي ده نجح؟ ازاي لما راح منه بطوله الدوري رجع خد سنتين ورا بعض؟ ازاي النهارده بالمجموعه اللي لعبت اقل والمدير الفني مش موجود ومجموعه اولتراس اهلاوي اعلنت ان هي مش موجوده، اللي هي مهمه جدا في التشجيع في النادي الاهلي، وكل ده مش موجود وبيوصل وبيقاوح وبيدخل، ورغم المجموعه اللي بتلعب هي لعبه اقل، خلينا نتكلم بصراحه، لكن محسوب على النادي الاهلي، مش قادر اقول لك ده مش لاعب في النادي الاهلي. فبالتالي اقعد اتعلم ازاي لما بطوله تروح ولا تتعادل مباراه، ازاي تقوم بسرعه، مش تقعد تخلق اعذار وتعيش في المؤامره اللي انت عايش فيها ليل ونهار. واستغرب البعض لما الاقي صحفيين ويقعد يقول لك على مسؤوليتي، النادي الاهلي اتظبطت له الدنيا ومش عارف، يا راجل عيب انت وهو، يا راجل عيب. ما تخلوش الحقد والكره للنادي الاهلي يمشيكوا في طريق غلط، لان ان شاء الله النادي الاهلي عايز تقول يعني اللي بيبعد عن الترجي. طب هقول لحضرتك على حاجه، للاسف في ناس بتقعد تتكلم كتير وبتنسى التاريخ اللي هو التاريخ القريب. التاريخ القريب اللي النادي الاهلي مع نفس المدير الفني حسام البدري جاب البطولة افريقيا من الترجي هناك بواحده من افضل مباريات الاهلي على مدار التاريخ، مستحوذ بيضغط عمل كل حاجه في الكوره وما كسبش واحد ولا اتنين، يعني كان اداء ولا اروع، والاهلي كسب الترجي هناك، هيخاف من ايه؟ كمان لما نتكلم على المستوى الشخصي والواحد موجود، مباراة الترجي كان جيل أكثر من رائع، أكثر من رائع، وكان فيه نجوم غير طبيعية، والكل كان خايف والأهلي خسر، والأهلي بيروح يتعادل مع الترجي هناك وبيخرج الترجي وبياخد بطولة أفريقيا من سان داونز. فالله يمسيه بالخير نجمنا أبو تريكة اللي يخاف يروح، وإحنا ما بنخافش، إحنا بنواجه وبنتحدى ونلعب. والمؤامرة دي مش بتاعتنا، نظرة المؤامرة اللي عايشين فيها طول الوقت دي وبعض الانتماءات الغريبة جدا اللي بتبقى عادي، ولما قناة نادي تتكلم وقناة فئوية تتكلم يقول لك بيخلقوا تعصب وبيعترضوا. راجل انتوا بتوع التعصب، انتوا اللي نواياكوا وحشة طول الوقت، انتوا اللي بتزايدوا، واللي بتزايدوا كمان مش بتزايدوا، بتزايدوا عشان مصالح وبتزايدوا على نادي كبير بحجم النادي الاهلي، والله دي الحقيقة. فمن هنا هنعمل نفسنا مش شايفين، لان بنشتغل في جهاز فني بيشتغل، وفي جهاز فني يحط تشكيل محترم، وفي جهاز فني بيشتغل الفريق يبقى في نهائي البطوله العربيه. انا عارف بسبق اهو من بدري لما الاهلي ياخد البطوله العربيه، دي بطوله وديه وبطوله مش عارف، عارفين ليه؟ عشان الهدف طول الوقت، وده اللي انا بقوله، والبعض بيقع في الخطا، بتستنى التعادل عشان تهاجم في ناديك، بتستنى تخسر البطوله، ولما تكسبها هتقول عليها بطوله وديه وضعيفه، ولو خسرتها راح منك مبلغ قد كده، والمدير الفني كان لازم يهتم. فاكرين لما النادي الاهلي خسر احد الاعلاميين اللي مش هتكلم طلع علينا والمداخلات كالعاده، هو حسام البدري فين؟ مش موجود. ازاي النادي الاهلي والمجلس الاداره يقبل البدري ما بقاش موجود؟ هو ليه اللعيبه واخده اجازات ومسافرين ليه؟ هو الكابتن حسام البدري مش بياخد مرتب وماضي عقد بياخد عليه مرتب فلازم يبقى موجود عشان الاهلي خسر مباراه، لكن لما الاهلي يوصل الادوار اللي بعد كده، يا عم دي بطوله ضعيفه ولا بطوله وديه ولسه بنجرب من اول وجديد. فالمنطق ده ما بيمشيش معانا، احنا كان هدفنا وبنقول للناس طول الوقت ان دي بطوله وديه، وقلنا كده من البدايه، قلنا الجماهير مش موجوده، مدير فني مش موجود، لعيبه مهمه عندها خبرات مش موجود، عشان نتعامل بصراحة مع حضراتكم. لكن عشنا في البطولة، والمباراة الأخيرة عبرت عن فانيلة وروح النادي الأهلي بجماهيره بمجلس إدارته بالجهاز الفني المحترم. شفنا حاجات اتعلمناها طول حياتنا جوه النادي الأهلي، وأخدناها من اللي قبلنا، واللي قبلنا أخدها من اللي قبله، واللي بعدنا أخدها مننا. كل ده شفناه في مباراة واحدة، المباراة اللي فاتت. بتبقى خسران، شخصية الأهلي موجودة بتعبر
عن الفانيلا اللي انت لابسها، بتقاتل جوه الملعب، كور مشتركه، مستحوذ، بتضيع فرص، لعيب جاي لسه، وليد ازارو لسه جاي، كوره بتتشاط بره بيجري يجيبها ويحطها كانه من ابناء النادي الاهلي. عمرو بركات بيخطا خطا كان ممكن الاهلي يخطا، بيجيب هدف ويجري للجماهير كانه بقاله 20 سنه في الاهلي. صالح جمعه متزن، هدوء، بيجيب الهدف، يجري على الجماهير في وقت. صحونا، اتكلموا وشجعوا وقول العب يا اهلي اهو اللي انا بقوله. ايه ما بجيبش حاجه من عندي. انا دايما بقول لكم صوت وصوره. ودايما بقول لحضراتكم احنا معاكم. احنا صوتكم. اللي بتزعلوا منه هنتكلم فيه. واللي بيفرحكم هنتكلم فيه. لكن بنقعد نصحح مع بعض ونضغط مع بعض لما ندل الطريق، لكن النوايا السيئة والأشخاص السيئين دايما عايزين يقدمونا النصايح وهم سيئين، فنسمعهم ازاي؟ وفي أشخاص مصالحها مع ناس، أسمعك ازاي؟ وكمان عشان ما اخرجش من الموضوع، كل نادي محترم وصل من الاربع انديه المناديب كانت موجوده، مش عايز اقول كلام متكرر. تلاقي اللي بيعترض صحفيين مصريين وبيعترض اعلام مصري. اذا كان الناس ما اعترضتش احنا اللي بنعترض، وانا قلت من شويه بنعترض ليه، وهي دي الحقيقه اللي ما اقدرش اكذب على الجماهير فيها. لكن الاهلي ان شاء الله هياخد البطوله، وان شاء الله ان شاء الله يكسب. احترم فرقه الترجي جدا جدا جدا، ولينا علاقات محترمه معاهم، واحترم فريق الفيصلي جدا جدا جدا، لكن تمني شخصي عشان اللي نواياهم سيئه الاهلي يقابل الترجي ويكسب البطوله. لان النادي الاهلي في النهائيات مش زي اي نادي، النادي الاهلي في النهائيات مش زي اي نادي، ولا قدر الله حصل حاجه هنشجع الاهلي وهنحبه وهنسانده وهنقول اخطائنا ايه وايجابياتنا ايه، عادي جدا، لان عندنا ثقه في نفسنا. فانا النصايح بقى اللي نقدمها بقى لبعض الصفحات المنافسه اللي بتتكلم كتير وعايشه طول الوقت، ما تركزش مع الاهلي لان هتتعب. كل ما هتركز هتلاقي الهدف بيجي في الدقيقه 90، كل لما هتركز هتلاقيه بيجي لو الحكم الدقيقه 90 خلصت وفي خمس دقائق هتلاقي الاهلي في 95 و93 و94، هتلاقي الاهلي بيجيب اهدافه كده. عارف ليه؟ عشان انت ما بترتبش بيتك، عشان الامور مفككه، فبتبص على المنافس، المنافس اللي هو مين الكبير، نادي القرن، النادي الاهلي. فطول الوقت عايش بقى في النظريه دي، الحكام، نخلص من الحكام، لا ده ظبطوا القرعه. يا راجل ده انا جالي تمني اللي انا قابله، والله انا بتكلم كلام كوره بعيد عن التعصب، واحترم الجميع، لان الاهلي علمني كده، لما تحترم الجميع تكسب وتحقق بطولات وتحقق انجازات. لكن انا مش مطالب طول الوقت احترم الجميع والجميع يتطول عليا. البعض بقى ليه اغراض مع المجلس، والبعض اللي ليه اغراض مش عارف مع مين، والبعض اللي عايز البدر يقع، والبعض اللي عايز لعيبه تعتزل، والبعض اللي يدخل لعيبه في مشاكل، وكل دول خلاص تعبنا من كتر ما بنكلمهم 3 4 سنين. الدنيا عندهم ضيقه. احنا هدفنا وعنينا طول الوقت على لوجو الاهلي الكيان. لكن انت بتتعامل مع افراد واشخاص، ولا ده مبدانا ولا هنعمل كده في يوم من الايام. مصلحتك هنا مع فرد، ومصلحتك هنا مع فرد تاني، ومصلحتك هنا مع رئيس حالي، ومصلحتك هنا مع رئيس سابق، وهكذا وهكذا. والله دي الامور اللي بتمشي. فتلاقي بقى كل شويه الاقاويل، يا راجل ده الاهلي بيتعادل ماتش واخد بطوله الدوري، بيحاولوا يخلوا جمهور الاهلي متضايق بالعافيه. الاهلي ختم الدوري، خليني بقى نتكلم بصراحه. الاهلي ختم الدوري قبلها باربع اسابيع، واحلى نهايه في الدنيا. المنافس بتاعي نادي الزمالك المحترم وجماهيره المحترمه، كسبت 2-0 والناس كانت بتطمع لفوز اكبر من كده. بشهادة رئيس نادي الزمالك قال لك الفوز كان ممكن يبقى 2 و3 و4 و6، مش احنا اللي بنقول كده، جماهيرنا بتقول كده، احنا كبرنامج ما قلناش، انا بستشهد برئيس الزمالك قال كده. اما خدت البطولة
بدون منافس، لو احنا لو حتى المنافس بتاعك كسبته رايح جاي بنفس النتيجه، وفي الاخر يجي ايه المداخلات المضروبه ويضحكوا على الناس بعد الهزيمه من الفيصلي في اول مباراه. والله شفنا الكلام ده. ده الاهلي اخد البطوله، ده البطوله كانت سهله وضعيفه ومش عارف. هو الاهلي لما ياخد البطوله كانت ضعيفه، ما كفايه ابتزاز وكفايه كذب وكفايه انفاق. يا اخي انا بشوف اللي بينجح اروح اتعلم هو بينجح ازاي، واما اشوف حد بيفشل اقول له انت فاشل ليه. لكن بيحصل اللي انت بتغمض عينك عند فشل وعند امور صعبه جدا جدا جدا، الناس بتخاف تتكلم. ومركز مع الاهلي، الاهلي هيعمل انجازات في العاب جماعيه، الناس كلها كانها واخده منوم، وعند الغلط اصوات قد ما بتسكتش يوم واثنين وثلاثه واربعه. الاهلي هيتظبط له قرعه ان شاء الله، اي حد يقابله هيكسب عشان يبقى درس. تقعد تقول هقابل فرقه قويه هقابل فرقه ضعيفه، ان شاء الله هكسب عشان احنا بنرتب بيتنا بسرعه وبنخطط وبنشتغل وبنمشي بالتوازي، سواء جوه النادي او الالعاب الجماعيه او فريق كره القدم. الاهم زي ما انتوا بتقولوا معانا فرقتين بيلعب مجموعه محترمه وفي صفقات هتيجي كويسه، واحمد الشيخ اللاعب المتميز احسن لاعب في الدوري ولا هداف الدوري موجود، ومجموعه صفقات اسلام محارب وليد ازارو هشام محمد اللاعب ابن النادي الاهلي. سيبنا كل ده وضلته الطريق ده ب 5 مليون و 6 مليون و 7 مليون و 10 مليون. انا مش هقول، ما اقدرش اهاجم جماهير ناديه واقول اللي بيقولوا كده عيب، لان دور يا سندكم. لكن الارقام دي اتدفعت من 15 سنه، من 15 سنة. احنا ناسي الحدث نفسه. اللي بيكلم حضراتكم ده الحدث نفسه بقى، مش باجي اروي لك حد حكاله. الأرقام دي موجودة من 15 سنة. يعني لما أجي أجيب هشام محمد ده الطبيعي أقول النهاردة لما أنا كرئيس نادي عندي زي المصري المقصة أنتوا زعلانين، آه ده بيضحكوا على النادي الأهلي ويخلوه يدفع فلوس ومش عارف إيه. يا ما حدش يقدر يضحك على النادي الأهلي. مش النادي الأهلي اللي بيجيب شيكو يحطه على الفيسبوك والناس انتوا عايزين الاهلي يعمل كده؟ والله العظيم بستغرب من بعض الامور الحقيقيه اللي موجوده. طموحي غير طموحك اللي بيعمل كده مع النادي الاهلي، وتفكيري غير تفكيرك، وسياستي في الاداره غير سياستك، اهدافي مختلفه عنك. انت اعمل كده ابقى فرحان وانت تتعامل مع النادي الاهلي. انا باخد التارجت بتاعي اللعيب اللي هو عايز النادي الاهلي، ما دام شاري النادي الاهلي لو هدفع فيه ملايين الدنيا، لان اللاعب راجل شاري الاهلي، مش احنا اتعلمنا كده ولا ايه؟ ويطلع اللاعب يقول انا شاري الاهلي مش عايز حد تاني. ده اول سؤال بيتسال للاعب مش من النهارده، من اول ما اخترعوا النادي الاهلي. هي دي الحقيقه، اسمعونا، اسمعونا احنا اللي بجد، مش هنكذب عليكم. لان احنا بنمثلكم من اصغر واحد اهلاوي لاكبر واحد مش بيمثل حد تاني. فبنشوف الكلام ده. وبهدوء اهو بنناقش النهارده كل اللي اتقال الاسابيع اللي فاتت. واديتكم امثله في الحلقه الاخيره الارقام اللي جت، ده طبيعي جدا. لكن اصحاب التفكير الضيق اللي مش حاطين الاهلي قدام عينيهم بيقعد في شباب صغير بيمشي ورا الكلام ده. انا بوعيه والله، لو 10 النهارده يبقى نجحت، لو بكره بقوا 100 برضه نجحت، المية هيزيد وكذا، دي سياستنا. لكن مش اسلوبنا للشتيمة والهجوم، لان كنا بنكره ده من واحنا بنلعب. وفي البعض بيحاول يجرنا للطريق ده وبيحاول يبقى ذكي، لكن دايما اللي بيتعامل ويفكر نفسه ذكي في اذكى منه بكتير. لان الطبيعي الانسان لما يغلط لازم يتعلم عشان ما يكررش الخطأ. لكن لازم نقول الحقائق للناس. فمن هنا عشان اقفل الموضوع ده، رتب اوراقك لما تخسر بطولة ولما تبقى فاشل ومش قادر تنجح، اتعلم من اللي بينجح اللي هو الاهلي، مش تحاول توقع الكبير العظيم اللي هو بيلعب، مش هقول الصف الثاني لان عيب كلمه زي دي تتقال، هقول بيلعب باللعيبه اللي لعبت اقل، مدير فني ما كانش موجود، جماهيرك اللي بتقوم الصخره ما كانتش موجوده. فرساله من البدايه للجميع وكده، وباللي انا بقوله الاهلي نجح ووصل قبل النهائي. دلوقتي
ابتدينا نتكلم على نظريه المؤامره والمؤامره الكونيه، ويطلع بعض الصحفيين على الفيسبوك عندهم ويعملوا بلبله للناس ويعملوا كلام كتير للناس، ويبتدي بقى الشباب الصغير مؤامره ايه ومش عارف ايه، ويبتدي ناس منافسه تبتدي تتكلم، وعملنا موضوع من لا موضوع. باختصار عندنا روح رياضيه، هنعمل نفسنا مش شايفين، ان شاء الله هناخد البطوله وهنهديها لمصر كلها عشان احنا بنلعب باسم مصر. موضوع سهل وموضوع بسيط. ادي الموضوع الاولاني، لان مهم جدا فكره السكوت لبعض الامور اللي بتحاول تصدر للناس طول الوقت، اللي النادي الاهلي بيساعده حكام، اللي النادي الاهلي مش عارف بيعمل ايه، والاهلي مش عارف بيعمل ايه. الكلام ده غير موجود بالمره، ونصيحتنا روح اتعلم من النجاح بدل ما تتكلم كتير. وهقول جمله افهموها، بس دي مش على اللعيبه، دي بقى على المنظومه كلها، افهموها زي ما تفهموها ومحدش هيقولها غيرنا. ورسالتي للي قالوا كده بصراحه، تلعبني احبك، تقعدني دكه اكرهك. افهموها زي ما تفهموها، بس هقولها تاني عشان دي رساله للجميع. بتلعبني احبك وتقعدني اكرهك. افهموها زي ما تفهموها. الموضوع التاني اللي انا عايز اتكلم فيه، اتمنى لكل جماهير النادي الاهلي تبقى سمعاني. في البعض من الصفحات بينساق وبيقول لك ده بيساند المجلس ومش عارف ايه. هو اللي قبلنا واشتغلوا في القناه 9 سنين ولا 10 سنين كانوا بيعملوا ايه؟ بيعبر عن سياسه النادي اللي انا بقول لحضراتكم. دي قناه النادي الاهلي، لو ما دفعتش عن ناديها نسميها قناه، اقول ايه؟ مش عايز اسميها اي اسم تاني. واللي عايز يسمع اهانه ناديه يروح يسمع في حته تانيه. ومش احنا الشخصيات اللي تزايد وتبتز المسؤولين والعب على كل الاوتار عشان استفيد. وفي الاول وفي الاخر تاريخنا جوه النادي الاهلي اللي هو فيه شويه بطولات قد كده مش هيسمح لنا ان احنا نضحك على الناس، لان في مواضيع تخص جمهورنا وتخص نادينا وتخص صفقاتنا، سواء صفقات اشتغلنا مع حضراتكم بضمير وحافظنا على نادينا، ووقت لما حبينا نعمل يعني تشويق لجمهورنا عملنا كده وقلنا لكم في 7 صفقات ولقيتوا 7 صفقات موجودين، ولما اتقال لكم في مدربين جايه وقلنا لكم الكلام ده مش صح وكله يطلع يزايد على مسؤوليتي مش عارف الحصري فلان الفلاني مش عارف الحق انفراد، وطلع الكلام كله مش موجود وقلنا لكم كل ده غلط اللي جاي مدرب كبير، قلنا جملتين وفاكرين. البعض طلع قبل كده احمد الشيخ الصفقه باظت مش موجوده، قلنا لكم احمد الشيخ الساعه 5 بكره في التدريب. انا ما بننساش، لان لازم لما نطلع نقول لحضراتكم حاجه يبقى معانا مستند، يبقى عارفين اللعيب 100% لابس فانيله النادي الاهلي، يبقى عارفين لما بنتكلم على لائحه استرشاديه الهدف منها ايه وبيودوكوا لطريقه وبيكذبوا. فالنهارده هنتكلم. اتكلمنا على اللائحه الاسترشاديه اكتر من مره، ووجهنا نداء لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين. هي لعبه، واللعبه دي فيها شويه اسئله. قبل ما ادخل في الموضوع، لان في احد الاعلاميين اتكلم كلام غير موضوعي وغير حقيقي، واتحدى على الهوى اللي انا هقوله هو اللي صح ولا الاعلامي اللي قاله امبارح هو اللي صح. خليكم فاكرين كلامنا عشان تعرفوا لما يبقى معاك مستند، ولما تبقى طالع عندك ثقه في نفسك ما بتلوش تقول اي حاجه، بتبني مصداقيه. هو ده الانفراد. والمصداقيه مش اللي انا اكذب واعتمد على الناس بتنسى. فمن هنا شويه اسئله انا هناقش اللائحه الاسترشاديه من حته تانية خالص، وهوجه رسالتي لاعضاء الجمعيه العموميه في الاخر للي بيزعلوا واللي بصفحات. والله ما بزعل، عارفين ليه؟ وانا دايما وانا بتكلم بحاول ارجع للذكريات القديمه، وقد ايه جمهورك كان بيعاقبك وانت بتلعب. وعشان كده بنطالب بعوده الجماهير. انا بكلمكم بخبره سنين طويله، وبخاطب الاهلاويه الجدعان الرجاله اللي بنحبوا الاهلي، اللي طول الوقت بيبصوا للوجو بس. انا بعشق الاهلي،
وانا والله بتعامل مع حضراتكم بالمبدا ده. انا حاطط الاهلي قدام عيني، لو ابني قرب من نادي الاهلي انا اول واحد هكون ضده، وربنا يعلم لوحده احنا نوايانا ايه وبنشتغل ازاي. فاللائحه الاسترشاديه لما تلاقوا 5 6 7 هي الحلقه بس، دي حاجه تثير للجدل. طب مش معنى دول، طب الاهلي بيقاتل وقناته عماله تتكلم، قناته بتدافع وتبقى هي رد الفعل، هي مش الفعل. لكن النهارده بقى احنا الفعل وهنستنى ردود الفعل. بمعنى ايه؟ بمعنى عندنا شويه اسئله صغيره بسيطه جدا 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 ومذاكرين كويس، على عكس حد بيشوف يتصل بالمسؤول، ايه رايك النهارده؟ اصل في محروس بتاع الوزير ده كتير قوي. فيروح جاي النهارده ايه القعده كان فيها ايه عشان، طب لو الاهلي قعد يومين في الانتخابات هل هيجيبوا ال 12 ونص؟ طب اللائحه الاسترشاديه دي هتعمل ايه فيها لو النادي الاهلي صمم على رايه وبتاع؟ فانا عندي شويه اسئله منهم للدكتور حسن مصطفى وللاعلامي ذات نفسه وسياده الوزير اللي انا بحترمه جدا جدا وبكرر تاني لان الامانه دي الحقيقه. طيب السؤال الاول، انا بعمل لائحه استرشاديه، مين المستفيد اللي انا احط ازدواجيه الجنسيه؟ حد في اتحاد معين؟ اكيد عارف بس مش هقول، بس عايز حضراتكم تردوا على الاسئله دي، وبعدها احنا هنكلم نحاول نتواصل معاك بوزاره النادي يخليها يوم. لا انت كده ما بتقاتلش على جمعيتك العموميه، انت كده بتدور على هدف شخص. فحد يرد على شويه الاسئله البسيطه دي، اسئله سهله وبسيطه. حضراتكم كل شويه بتطلعوا علينا وبتقولوا لنا اللائحه الاسترشاديه دي حاجه فظيعه وعظيمه والله وما جاش قبلها ولا بعدها، طب انا موافق. طب حد يرد لنا على الاسئله البسيطه دي. بند الازدواجيه في الجنسيه، يعني ممكن تلاقي حد في النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده مش عارف معاه جنسيتين، هي مش معموله عشان النادي الاهلي للامانه، هي معموله عشان شخص تاني او اتحاد تاني. هو دي مش حاجه تزعل؟ انا نفسي حد يرد من الاشخاص اللي انا قلت عليه، هي معموله ليه؟ هو ده صح؟ سؤال بيطرح نفسه. طيب سيبوكوا من كل ده يا جماعه، وانا يعني هعمل مقارنة بسيطة جدا. على أنا بعيد عن السياسة، بعيد عن السياسة، هتكلم على حدودنا. أخويا وأخوك اللي في الجيش، اللي ساكن فوقية واللي ساكن تحتية وفي العمارة اللي جنبي واللي قريبك وقريبي وكل الكلام ده كله، بنقعد أول ما بيحصل استشهاد لحد الوطنية، إحنا مع جيشنا ومع شرطتنا والناس دي بتضحي عشاننا. تعال بقى ننقل الكلام ده نطبقها على القوانين اللي موجودة في اللائحة الاسترشادية. تخيلوا اللي ما في اللائحة الاسترشادية، ده سؤالي التاني، اللائحة الاسترشادية فيها اللي انت اللي ما قضاش الخدمة العسكرية بتدفع غرامة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي نادي الوطنية، يبقى في حد في الانتخابات، طب دي ليها علاقه باشخاص او نجوم او رموز؟ لا، اللي انا بقوله ده كلام مفتوح خالص، انا بشرح لبعض الصفحات المموله وبعض المواقع المموله، وكل ده هيظهر ليا من اللي جاي. خليكم فاكرين كلامي كويس جدا جدا جدا. انت لما حد تعب وشقي عشان يفرحك بيتاخد اوردر تشتمه عادي كده؟ بس هو مش هيزعل لان كان بيلعب قصاد ملايين في البيوت وملايين في الشوارع وملايين في الاستاد ولفات في الاستاد بتتفرج، فبالتالي بيعرف يتعامل مع الامور دي كويس، مش هيزعل. هو زعلان عليك اللي انت بتشتم رمز من عندك، هو زعلان عليك مش زعلان منك، سواء لشخصي او لاي حد تاني عادي جدا، لان اللي قبل يشتغل في الاعلام يتحمل واللي في اي منصب عام يتحمل، ده الاصول. لكن والله ببقى زعلان عليك لو حد يبقى بيمثل ناديك وتتطاول عليه، عادي جدا
لغايه لما يثبت اللي وجهه نظرنا صح وكلامنا صح مش عايزك تعتذر، عايزك تفهم ان انا كنت امين معاك ومش بكذب عليك، كنت خايف على ناديه مش على اشخاص، كنت خايف حد يتآمر على ناديه وحد يبقى واصي على ناديه، والنهارده هتشوفوا الحقائق بعد شويه. بس انا الدباجه الاولانيه دي كان عندي شويه اسئله. السؤال الثاني، الاهلي نادي الوطنيه اللي بجد تقبلوا حضراتكم اللي يبقى فيه حد ما اداش الخدمه العسكريه وجنودنا اللي بيموتوا وهم نفس الاشخاص، ربنا يصبر اسركم، تمثيليه ما بيقولوهاش من القلب، لو بيقولوها بالقلب كانوا هيقولوا اللي موجود في اللائحه الاسترشاديه ده حرام، لان انت هربان من اداء الخدمه العسكريه والواجب الوطني، بكافئك تبقى عضو مجلس اداره وبكافئك تبقى رئيس نادي. عارفين ليه؟ عشان دي التورتايه الثانيه، في ناس مسؤولين ما قدموش الخدمه العسكريه سيب ونسيب، ملهاش علاقه ولا برموز جوه الاهلي ولا بافراد ولا باشخاص، يبقى انا بتكلم غلط؟ واحده واحده ومعاكم بالراحه. يبقى كده السؤال الثاني، انا بس حد من الاشخاص اللي انا قلت عليها يرد عليا في الاسئله دي، ولو حصل حوار وانتوا بتهربوا من الحوار اصلا عشان كده ما استدعوش النادي الاهلي اللي يقعد في الحوار، فما تحبوش المواجهه عشان التورتايه المتوزعه دي. انا بتكلم على بلاطه كده زي ما رجل الشارع البسيط بيقول، وهي دي الحقيقه. السؤال الثالث، وده حاجه جميله قوي هرجع اقول، وانا قلته مره واثنين وثلاثه ومش هزهق، قال لك اللجنه الاولمبيه هي اللي بتدير، وفي عظمه في الكلام، العظمه لله وحده، مفيش مسؤول يكلم النادي الاهلي كده ويقبل ابدا، ولا مشجع اهلاوي ولا عضو جمعيه عموميه ولا اي مسؤول، اللهجه اللي فيها التكبر والعظمه. فهنا السؤال الثالث، تخيلوا ناس مسؤوله عن لجان كبيره ومش حافظه القانون الاتحاد الدولي بيقول ايه يا جماعه، ذاكروا كويس، ابوس رجليكم. الماده 19 و20 و21، لكن 19 اللي انا بقول عليها كل مره، هاتوا الدكتور محمد فضل الله على التليفون يقول لنا الجمله بس بتاعت البند ده، يا ريت يدخل معانا وهتعرفوا احنا مذاكرين ولا بنطلع نزايد عشان مصالحنا مع ناس ضد ناس. اسمعوا بقى السؤال الثالث هنا، المادة 19 ممنوع أي تدخل، أي جهة فوقية، حط ما بين قوسين سلطة في الأندية، ولا فرد، فيما معناه أن ما تبقاش واصي على أعضاء الجمعية العمومية، هم اللي يجيبوا مين اللي يدير وهم اللي يمشوا وهم اللي يسحبوا الثقة. حضرتك النهاردة عامل لي لائحه استرشاديه تدخل غير طبيعي جوه، بتفرض عليا لائحه وحاطط لي بنود تعجيزيه، بوجد لك الحلول تقول لي لا. فهنا السؤال، هو حضراتكم مش الماده 19 بتقول كده؟ جاي النهارده تقول لي اللجنه الاولمبيه اساسا المنوط بيها الاتحادات، مالهاش دعوه بالانديه. فكره اللجنه الاولمبيه في الزمالك جنبنا هنا، ولا هنا في جنبنا الشيخ زايد، ولا جامع الحصري، كأنك جايب لنا ورق كده ويعدي علينا، تعمل كده مع الضعاف مع الطيبين، لكن ما تعملش كده مع الاهلي، لان الاهلي بيقاتل على حقه، لو احنا مالناش حق مش هنتكلم اساس، هنقول حاضر ونعم وهنمشي في الصف، لكن جاي عايز تبقى واصي على النادي الاهلي وهتمشي لنا فكره اللي عايشين فيها بقالنا 3 4 سنين. الورق بيجي من جنبك من هنا من الشيخ زايد، اللجنه بعد هنوقف الرياض، يا راجل ده بجواب قد كده توقف النشاط؟ كويس اللي فريق العمل متابع معانا وجاب لنا الدكتور محمد فضل الله المحترم، انا الاتصال دوت عشان يقول لنا الجمله اللي احنا بنقولها احنا، لان الراجل في احد الاعلاميين برضو قال لك ايه، ولا خبراء لوائح ولا مش عارف ايه، والاسلوب اللي هو لا يليق، على الاقل نحترم الناس يا راجل. فمعانا الدكتور محمد فضل الله، الشخصيه المحترمه جدا، ولما نتكلم في لوائح نجيب اهل القصه، فهو الراجل اهل القصه، بيذاكر وعامل شغل كويس،
في 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 دبي والناس وبسم الله ما شاء الله منصب ورا منصب، حاجه محترمه ومشرفه. انا بتصل اساله عشان حاجه واحده، ومش عايزين نفتي وملك في المدينه، دكتور محمد فضل الله خبير اللوائح، برحب بحضرتك في البدايه وبتصل بحضرتك عشان اسالك سؤال، بس برحب بحضرتك في البدايه يا دكتور. كابتن شادي ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. دكتور محمد لو سمحت، الماده 19 و20 من و21 من قانون الاتحاد الدولي بتقول ايه لو سمحت يا دكتور؟ فيما يتعلق بايه بالظبط؟ فيما الاتحاد الدولي لكره القدم ولا الاتحاد الدولي لايه؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمادة 19 و20 واحد، أو الميثاق الأولمبي المادة 19 و20 21. بصي، اللوائح الدولية كانت شهادة صفة عامة لحضرتك بتدي الحرية والاستقلالية للمؤسسات الرياضية، تمام؟ دي واحد. وبتمنع بصورة أو بأخرى تدخل أعمال أي مؤسسة رياضية في الأخرى، لأن كل مؤسسة من تلك المؤسسات هي تعتبر هيئات رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تمام، وبالتالي لا يجوز التدخل من قبل أي مؤسسة في الأخرى، تمام، إلا إذا خالفت المؤسسة دي هي أحكام النطاق الأولمبي. ولذلك المشرع الأولمبي أو المشرع في قواعد النطاق الأولمبي راح لهذه النقطة وأكد على إن اللجان الأولمبية الوطنية دورها فقط هو دور حمايه من اي اختراق او من اي خرق لقواعد واحكام النطاق الاولمبي. ما تقدرش اللجان الاولمبيه الوطنيه تتدخل في هذه المؤسسات الا من خلال هذا المنظور. تمام؟ تمام. ولكن انت طلع دلوقتي انت قدام قانون يعطي الحق للجنه الاولمبيه الوطنيه ان هي تحدد نصاب، وقلنا ان ده يخالف الميثاق الاولمبي، ولكن انت محتاج ان انت تمشي العجله والامور تمشي والانتخابات تتم عشان المؤسسات تستقر، وده امر مفيش مشكله فيه، لكن لازم الناس تبقى عارفه ان كل ده بيخالف الميثاق الاولمبي. اللجنه الاولمبيه الوطنيه دورها مع المؤسسات سواء كانت اتحادات او انديه هي حمايتها من الانتهاكات التي من الممكن ان تتعرض اليها من تدخلات في جهاز مختلف. كابتن شادي بيلعب في النادي الاهلي، تعرض لتمييز، تعرض لظلم، تعرض لاي موقف من المواقف، هيروح لمين؟ بيروح للاتحاد بتاعه، اذا لم ينصفه بيذهب الى اللجنه الاولمبيه الوطنيه وهكذا. زي بالظبط، معلش انا اسف يعني عشان اتناقش مع، زي بالظبط لما يبقى في مدرب ليه فلوس او لاعب مصري ما خدش مستحقاته، ما ينفعش اللي هو يخاطب الاتحاد الدولي، لازم يخاطب الاتحاد المصري الاول، صح كده؟ صحيح يا فندم. تمام. صحيح. وبالتالي احنا بنقول ان اللجان الاولمبيه هي بتحمي تلك المؤسسات من اي اعتراض، لكن انت دلوقتي امام القانون وامام كل الاعراف الدوليه، اللجنه الاولمبيه زيها زي الاتحاد، زيها زي النادي، مؤسسات رياضيه اهليه لها جمعيات عموميه بتشكلها وبتكونها، لا تستطيع ان تتدخل مؤسسه في اعمال المؤسسه. طيب دكتور لو سمحت، انا عارف يعني الماده 19 والماده 20 والماده 21، بس خصوصا 19، ممكن حضرتك تقول لنا بتقول ايه؟ بص انت بتتكلم على، يعني انت عاوز تروح لايه بالظبط يا كابتن؟ انا عايز لا انا عايز حضرتك، يعني انا عارف ان حضرتك خبره وخبره محترمه جدا، عايز اسمع من حضرتك الماده دي بتقول ايه؟ الماده 19 خصوصا. المواد دي يا كابتن متعلقه باتحاد كره القدم وانديته، بتؤكد على جزئيتين مهمين جدا. اتفضل يا دكتور. المواد دي اساسا اتعدلت في التعديل الاخير 3/2016، تمام؟ انت عارف ان اتحادات الكره في العالم بتتكون من انديه رياضيه. اول حاجه لازم ان يتحميها اتحاد الكره في نادي انه يؤكد على ان تلك الانديه لا تتدخل في قراراتها اي سلطات خارجيه. واي نادي او اي عضو من اعضاء الاتحادات الوطنيه يتعرض لتدخلات في قراراته وهو عضو في اتحاد كره، هذا الامر بيرفضه الاتحاد الدولي، وبيرفض اي قرار ياتي من مؤسسه سواء كانت هذه المؤسسه صادره بقرار تعيين حكومي او وجود تدخل او شبه تدخل في قراراتها من اي سلطه خارجيه، وبيعترفش بيها. تمام. فاحنا دلوقتي قدام انديه، نادي كبير زي النادي الاهلي،
نادي كوره مسجل في اتحاد الكوره. هذا النادي لا يجوز ان تتدخل في اموره اي مؤسسه غير الجمعيه العموميه بتاعته. تمام. امتى تخش المؤسسه؟ اذا خالف الميثاق الاولمبي. هذا هذه الانديه لو اثبت عليها انها بيحصل فيها هذا التدخل، دي الاشكاليات بقى اللي ممكن تواجه الرياضه. فاحنا بنقول يا جماعه انتوا اديتوا الجامعات العموميه حريه، اديتوا المؤسسات حريه، فكملوا بقى في المعايير فكملوا في النطاق الدولي، ما تمشيش على سطر وتسيب سطر. دكتور محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، احنا كنا بنستفسر عن دي، انا بشكرك شكرا جزيلا. واحد من الشخصيات المحترمة جدا اللي أكيد كلنا بنثق فيها، والراجل دايما على الحياد بيقول الصح صح والغلط غلط. إيه رأي حضراتكم؟ الراجل قال لك واضحة وصريحة المادة اللي أنا بكلم حضراتكم عليها، لأن في الأول وفي الآخر أنا اللي أنا فاهمه في حاجة اسمها لائحة استرشادية، يعني يعني أنت بتكلمني بنتناقش مع بعض، لكن أنت بتتجاهلني عشان عايز تعمل اللي في دماغك، وفي الآخر عملت اللي في دماغك وبتلزمني وتيجي تقول لي على يومين. لا طب ما انت في اللائحه الاسترشاديه ما عملتهاش ليه في يومين؟ ما عملتهاش ليه في يومين من البدايه؟ ما قلتش قلت لا او كتبت فيها اللي انت قلت هو يوم واحد هيتعمل فيها كده، لكن كل ما وجد لك حلول تقف عائق قدام وحطيت لي رقم ولا هو 10% ولا فاهمين منه اي حاجه، قلنا الكلام ده وهنفضل نقول. طيب انا شويه سالت شويه اسئله شوية الأسئلة البسيطة المتعارف عليها للمسؤولين. طب جاوبونا عليها، عشان عندي رد النهاردة على أحد الإعلاميين طلع امبارح قال كلام. التاريخ لوحده هو اللي يبقى شاهد على كلامنا، إحنا اللي صح ولا أنت اللي صح؟ بس معانا مكالمة مهمة جدا من اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا يا كابتن شادي، ما احنا اتفقنا بلاش فات اللي هو قول يا كابتن. ماشي يا كابتن محمود، انت وحشني جدا وحضرتك من الشخصيات المحترمة، وانا سعيد اللي دايما ربنا يخليك يعني ربنا يخليك كابتن دايما لما بنحب يعني نتكلم في حاجة جميل وانسان واضح طول عمرك، ويعني ربنا يديك يعني كل خير يا رب. كابتن محمود، لائحة استرشادية عاملة لغط خصوصا النادي الأهلي، الناس لائحة استرشادية، الأهلي معترض، النادي الأهلي بيتكلم على فكرة أنت بتتكلم على لائحة استرشادية ما جبتني ما اتكلمتش معايا في حاجة، بقول أحط لائحتي، ابتديت تقول لي 10% وفي الآخر 10% مش ال 12.5 أساسا اللي هم قالوها، ولا هم 10% ولا هم 0.25% ولا هم 0.5%، ما تفهمش الرقم اتحط إزاي، بتقول لي يوم واحد طبيعة النادي عبء على الأمن بشكل كبير، اديتك حلول على يومين عشان اجيب الرقم اللي انت عايزه، فاكيد حضرتك فاهم الكلام ده كله. احنا من وجهه نظرنا اللي دي لائحه ملزمه مش استرشاديه، ومهم جدا نسمع راي حضرتك في اللي احنا بنقوله بخبره حضرتك كبيره. اتفضل يا فندم. شكرا كابتن. انا يعني حتى من الاول خالص، واول بند في اللائحه اللجنه الاولمبيه الدوليه ان يكون هناك تناغم ما بين الحكومه والاتحادات الرياضية والهيئات الرياضية، تناغم، ما يكونش فيه فرض سيطرة أو حاجة، ده أساس. نمرة اتنين، أساسا لو تحط القانون بتاع أي دولة قانون الرياضة، أنا ما أعرفش ادعت قانون الرياضة اللجنة الأولمبية الدولية على أساس إيه. اللجنة الأولمبية الدولية ما لهاش علاقة بقوانين الرياضة في أي بلد، اللجنة الأولمبية الدولية ليها علاقة بلائحة اللجنة الأولمبية الوطنية في كل بلد. فالقضية الحقيقة يعني واللجنة الدولية تقول رأيها في قانون البلد، كان يتحط أي حاجة بنود تتحط طالما عرضت على مجلس النواب ومجلس النواب أقرها، فدي جمعية عمومية لجمهورية مصر كلها أقرت هذا القانون بأي صورة، في تمنسين ما فيش تمنسين، في أي حاجة كان يتحط، وطالما مجلس النواب أقره ما حدش يقدر يتدخل، طالما ما فيهوش اي ناحيه عنصريه، ان مثلا صنف معين ما يخشش اي حاجه، يعني ما يبقاش في بند عنصريه، وده حاجه دوليه مش خاصه بالرياضه بس. بعد ما تقعد قانون الرياضه من مجلس النواب، بعد كده الهيئات بقى كلها تحط لوائح طبقا لهذا القانون. ما حادث النهارده ان مفيش لائحه موحده، واعطيت الجمعيات العموميه للاتحادات والانديه انها هي تحط المقترحات الخاصه بلائحتها.
النهارده لما حصل اللغط ده قالوا طب نعمل لائحه استرشاديه. ولفظ استرشاديه ان انا مش مفروض عليا، انا ممكن اخد بعض بنود فيها، ده طبيعي، مش باقي البنود خالص. ممكن ارجع للائحه القديمه بتاعت الوزاره اللي انا باخد منها بنود والغي بنود طبقا للهيئه الرياضيه اذا كان اتحاد او نادي. لكن ليست ملزمه، واللجنه الاولمبيه ليست جهه اشراف على الانديه والاتحادات كمان. يعني ما هياش اللجنه الاولمبيه بس بتشوف لو في اي تدخل حكومي عشان يبقى الجهه واحده. التدخل الحكومي ده بيبقى الاتحاد مثلا يشتكي للجنه الاولمبيه ان في تدخل، فاللجنه الاولمبيه بتشوف هل في تدخل حكومي، بتبعت بقى للجهات المعنيه الدوليه، اللجنه الاولمبيه الدوليه او الاتحادات الدوليه، ان فعلا تم تدخل حكومي في تعيين او في حل مجلس اداره او هذا الكلام. وده اساسا نلغي من القانون، وما فيش في القانون اي تدخل حكومي بالنسبه للهيئات الرياضيه الموجوده، اتحادات او انديه. اللائحه الاسترشاديه دي اخد بيها او ما اخدش بيها. النادي الاهلي النهارده عايز يعمل انتخاباته على يومين على ثلاثه، من حقه. عايز يعمل انتخاباته في ثلاث جهات متفرقه، من حقه. هو انتخابات جمهوريه مصر بتتم في يوم واحد، في ثلاث ايام، جمهوريه مصر بتتم في مكان واحد. النهارده لو في النهارده 120 الف عضو في نادي الاهلي او نادي الشمس، في 160 الف عضو، طب دول لو اتجمع نصهم فيهم 80 الف او 70 الف، دول هيعملوا ايه في نادي الاهلي في الجزيره؟ يعني ممكن يعملها على يومين على ثلاثه، ولا يعني ده خاص بمجلس اداره النادي الاهلي. ومجلس اداره النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي بيحدد الانتخابات، وهو اللي بيشرف على الانتخابات، ولا اي تدخل من اي جهه بيعمل لجنه للانتخابات ولجنه فرز. يعني هو اللي متولي كل العمليه الانتخابيه كاداره موجوده ثابته في النادي الاهلي. فانا مش عارف يعني الناس بتتكلم في ايه. وبرضه برجع اقول ان اللجنه الاولمبيه الوطنيه ملهاش اي تدخل في الاتحادات. يعني الاتحاد النهارده بيعمل لائحته، اتحاد الكوره بيبعثها للاتحاد الدولي لكره القدم، ما بيبعثهاش للجنه الاولمبيه المصريه او لاي لجنه اولمبيه. بالتالي الاتحادات الدوليه لا تتبع اللجنه الاولمبيه الدوليه. يعني يبقى في تناغم ما بينهم وبين بعض، لكن اللجنه الاولمبيه الدوليه يعني او اللجنه الاولمبيه الدوليه تقدر تتدخل في حاجات خاصه بالفيفا اتحاد كره القدم الدولي خالص. لكن في تنسيق وتعاون ما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحادات الدوليه، ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات، لكن ما مش عمليه سيطره واشراف على الاتحادات، لان الاتحادات او الانديه منتخبه من جمعيات عموميه، وهي والجمعيات العموميه هي لها الحق الاصيل في انها تحل مجلس الاداره او تثبت مجلس الاداره. اللواء محمود او الكابتن محمود احمد علي، انا بصراحه بتتكلم معانا في نفس الكلام اللي احنا بنحاول نفهمه للناس، والقوانين بره، لكن للاسف في ناس بتدعم الغلط. يعني خليني اسال حضرتك سؤالين. اللائحه الاسترشاديه فيها يا فندم اداء الخدمه العسكريه، لو ما اديتهاش بتدفع غرامه، هل ده مقبول يا فندم؟ انا بكلمك في حاجه واحده عشان الاتحادات. على ده مقبول يا فندم؟ يعني بس يعني شوفوا، يطلعوا اي بند في الاولمبيك شارتر يقول ان اللجنه الاولمبيه المصريه او اي لجنه اولمبيه لها الحق في الاشراف او في السيطره على قرارات انديه او اتحادات. بس يعني النهارده لو اتحاد حصل فيه اي حاجه او نادي، اللجنه الاولمبيه هتحل مجلس الاداره؟ ولا الجمعيه العموميه؟ الجمعيه العموميه. يعني الكلام الحقيقه حصل لخبطه. وبرضه برجع اقول، جت جوابات من اللجنه الاولمبيه الدوليه بطريقه مش صحيحه، وكان المفروض ان لا تقبل هذه الجوابات بتنفيذ اي بنود فيها، لان الجوابات المراسلات دي ما تنفعش. احنا بيجبنا لوائح وقوانين، احنا نرجع للوائح والقوانين اذا كان فيها اي حاجه تخص بننفذها. لكن بجوابات تيجي للاتحادات او تيجي للوزاره، يعني حتى اللجنه الدوليه ما لهاش علاقه انها تبعت جوابات للوزاره او تبعت جواب للجنه الاوروبيه الوطنيه.
لكن راحت جاوباتي وبتاع بحيث ناس كتيره تشدقوا بالاولمبيك شارتر ومصر هتتوقف ومصر كلام يا فندم. معلش انا صريح شويتين، زي ما انت قلت ده فيلم معروف، يعني تعبنا من كتر الكلام ده واللي احنا تبقى فزاعه طول الوقت اللي انت تبقى خايف منها، ده جواب قد كده يوقف الرياضه في مصر؟ كان النادي الاهلي عشان عارف مسؤولياته وبيتحمل مسؤولياته مستحيل يشتغل على ده. ده الكلام ده مش من النهارده. اتفضل يا فندم. يعني لا، المفروض يعني الحقيقه طالما انها طلع قانون وترك الجمعيات الاميه هي اللي تحدد مصير الاتحادات والانديه، فتصرف الجمعيات العموميه ويقرر مجلس اداره اي هيئه انها تدير اعمال هذه الايه طبقا لانها منتخبه من الجمعيات العموميه، والعلاقه تكون علاقه تناغميه ما بين اللجنه الاولمبيه الوطنيه والاتحادات الوطنيه والانديه. فندم السؤال الاخير ومهم جدا، خبره حضرتك الكبيره جدا نعرفه من حضرتك، جايز احنا بنتكلم غلط. النادي الاهلي النهارده يوم 25 قال لك لازم يحضر 12000 ونص. طبيعه نادي الجزيره، فرع الجزيره، واللي المساحه ما تستحملش العدد. النادي الاهلي، وانت حضرتك قلت من شويه اللي دي لائحه استرشاديه لازم نتكلم مع بعض. النادي الاهلي لو عملها على يومين كابتن شادي يعملها على ثلاثه، يعملها على ثلاثه من حقه؟ هم اللي بيتقال لك الاهلي يتوقف، هنوقف النادي الاهلي وبتاع، مين هيوقفه؟ مين يعني مين اللي هيوقفه؟ اتكلم معاك بصراحه، الدكتور حسن مصطفى اللجنه الاولمبيه قال لك هتوقفه. يا سلام، واللجنه الاولمبيه مالها علاقه بالانديه؟ مش فاهم. هو اللجنه الاولمبيه الدوليه تتدخل في نادي ريال مدريد ولا برشلونه ولا يقدر ولا يقدر ولا يقدر؟ يعني الناس بتتكلم ازاي؟ دي مؤسسات كبيره ومؤسسات ضخمه ومؤسسات ليها حاجه اقتصاديه كبيره ولا تقدر تتدخل فيه. يا جماعه والله العظيم يعني بلاش حكايه الفزاعه دي، عشان يعني يعني شبعنا بقى من حته الايقاف وشبعنا من حته يعني جيبوا لنا اي لائحه اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي بتقول الكلام ده. يعني بس لكن النادي الاهلي يعملها على يومين، يعملها في مكانين من حقه يعمل، هنا وفي مدينه نصر، او هنا وفي مدينه نصر والشيخ زايد. ثلاث لجان، والثلاث لجان من النادي، ويشرفوا على الانتخابات ويشرفوا على الجمعيات العموميه اللي موجوده. طب يا فندم معلش، وحضرتك بتتكلم كده مهم جدا اعرف من حضرتك، اه ولا لا؟ الكلام ده بيحصل في اي حته في العالم؟ لا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اذا الناس هتتكلم على الكويت، اللي حصل في الكويت الشيخ احمد فات والشيخ صلاح هم اللي اشتكوا للجنه الاولمبيه الدوليه ان في تدخل من مجلس النواب هناك في تعيين بعض الاشخاص وبتاع، ده السببيه يعني ان الكويت اتوقف، ان حصل من يعني من رئيس اللجنه الاوروبيه الكويتيه ده هو اشتكى للجنه الاوروبيه الدوليه ان في تدخل. لكن طالما احنا النهارده هتكلم حاجه يا كابتن شادي، يعني من ايام المهندس حسن صقر وكان في اتفاق على ان نعمل، كنا في دوره الالعاب في الصين، الالعاب الاولمبيه، وده كان بتكلم 2008، وقعدنا مع اللجنه الاولمبيه الدوليه وقالوا لازم نعمل قرار صريح على اساس نغير اللوائح، على حته ان التدخل الحكومي ان من حق الوزير المختص مثلا تغيير او انه حل او الكلام ده، في بند كان في القانون 77 ل 75 قالوا دي بعض البنود ان فيها تدخل حكومي فلازم تحطوا قانون بحيث ما يبقاش فيه الكلام ده. من 2008 لحد 2016 ما حصلش حاجه، واللجنه فيها ماشيه وما حصلش لا ايقاف ولا حصل اي حاجه، والامور كانت ماشيه في مصر يعني عمليه الايقاف دي مش عمليه بالبساطه دي يا كابتن شادي. لكن هو من حق النادي الاهلي يعمل ما بداله طالما القانون الرياضه بيديله هذا الحق. كابتن محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لوائح وجبنه، مسؤولين محترمين حافظين القوانين كويس بره وجوه، والراجل قال لك فزاعه شغالين عليها بقالها سنين، وقال جمله مهمه جدا، ايه اللي جاب اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي تتدخل جوه النادي الاهلي؟ هو تقدر تروح ريال مدريد ولا برشلونه؟ ده كلامه انا، ولا بنعمل مكالمات متفق عليها زي برامج تانية ولا بنعمل الكلام ده، الناس داخله قول رايك، لو قال غلط الاهلي بقى. طيب
ايه كمان؟ ان بتحاربوا على باطل ليه؟ ويطلع مسؤول كبير يقول لك حقوق في الاهلي توقف اهلي مين؟ هو احنا نبقى ضد النادي الاهلي على ما عكيف ونساند ناس عكيف، ولما ساند ناس اصالح ناس يبقى ضد ناس؟ اللي احنا عايشين فيه ده، عشان كده قلت لكم احنا هدفنا واحد، ولا افراد ولا اشخاص، الكيان. لكن في ناس مصالحها هي اللي بتمشي، بدليل اقول لحضراتكم على حاجه بصراحه اكتر بدون اي خوف. موقف النادي الاهلي في البطوله بتاعت كره اليد كان متلاصق مع الدوله. كاس العالم للانديه كان متلاصق مع الدوله، وكان موقف وطني محترم مش رايح العب. بناخد ديب دي بقى ولا ايه؟ ما احنا لازم نفهم بقى، ما الواحد هو بيفكر كده وبيحاول يقول ده، هو الموقف اتغير ليه؟ هوضح تاني. النادي الاهلي فرقه اليد اخذ الخمس بطولات بتاع السلفت ولا الاربعه، وبعد كده راح كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه في قطر. النادي الاهلي مصر كلها كانت عامله مقاطعه، فكان لازم كنادي الوطنيه يبقى الموقف متلاصق مع الدوله. فاول نادي عمل كده النادي الاهلي وانسحب من البطوله. هو احنا ما بنجيبش كاس العالم للانديه في مصر ليه؟ هي في قطر. ما حد يرد علينا. اظن مش هتسمعوا الكلام ده غير هنا. مش هتسمعوا الكلام ده غير هنا. عشان ولا احنا محروس بتاع الوزير ولا حتى غفير. كلمة الحق هنطلع لربنا سبحانه وتعالى، هنتحاسب. والحساب بالنواهي نوايانا الحمد لله ربنا يعلمها، وبنخاف على جمعية عمال النادي الاهلي وجمهوره وكيانه، مش افراد ولا اشخاص. عشان ما يضحكوش عليكم زي ما بيكلموكوا في اللايحة اقصاء الرموز يا كدابين. كمان معانا مكالمة مهمة جدا من عضو مجلس الإدارة الأسبق الأستاذ حمدي كناسي. أستاذ حمدي برحب بحضرتك. أهلا بك يا كابتن. وحشني كتير ودايما بنتعلم من حضرتك يا فندم. ميرسي يا كابتن هشام. خليني في البداية أسأل حضرتك، حضرتك خبرة كبيرة داخل النادي الأهلي، كنت موجود مع مجلس إدارة محترم. النادي الأهلي على مدار تاريخه هل بيقبل بالوصاية داخل النادي الأهلي أو ولا لا؟ لا أعتقد لو كان ده بيحصل ما كانش النادي الأهلي بقى النادي الأهلي. النادي الأهلي فرض صورته المحترمة قلعة للمبادئ والقيم مهما حدث من أي أخطاء، إنما يظل النادي الأهلي هو صورة للتماسك ولعدم المهاترات وعدم السماح لأي تجاوزات تسيء إلى الرياضة وتسيء إلى الوطن وتسيء إلى النادي الأهلي بالضرورة. تمام. طب ايه رايك في اللائحه الملزمه؟ ما اقدرش اقول استرشاديه، ايه رايك في تدخل اللجنه الاولمبيه اللي حاطه لائحه لو ما جبتش ال 12500 هتمشي باللائحه بتاعتنا؟ انت قلت التعبير الصحيح، هي ليست لائحه استرشاديه اطلاقا. لائحه ملزمه وقهريه، والحقيقه انا مش عارف ليه الامور بتوصل لكده يعني. يعني من يعملون في المجال الرياضي سواء مباشر او من خلال مجلس النواب او من خلال الجهاز التنفيذي، مش عارف يعني، لازم يضعوا في اعتبارهم ان في فرق كبير جدا بين لائحه استرشاديه ولائحه ملزمه. الوضع الحالي بوضع اللائحه دي واشتراط اكثر من 12000 للجمعيه العموميه بيقول ان ده يبقى هي لائحه ملزمه، لان لن يتوفر هذا الرقم. وبصراحه نتكلم احنا كمصريين بصفه عامه، للاسف لا نهتم كثيرا بالجمعيات العموميه، ولا نظهر الا في مناسبات. لو كان في انتخابات، وخد بالك الانتخاب ده بيبقى متقدم للتصريح فيه 30 40 واحد، وكل واحد بيروح يجيب اصحابه واصدقائه من اعضاء النادي، وبرضه العدد ما بيوصلش لكده. انما لائحه استرشاديه، مين بقى اللي هيجمع المبلغ ده كله؟ من هنا انا معك تماما ان التعبير الصحيح لائحه ملزمه، وممكن تضيف اليها قهريه. تقول ايه يا فندم لاعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي؟ والله انا اقول لاعضاء الجمعيه العموميه ان لم يكن من يعني الامر بد، ويعني تمسكت الاجهزه
واللجنه الاولمبيه باللائحه بهذا الشكل وما فيش فرصه ابدا ل يعني العوده الى المنطق والحق فيها، يبقى على اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يعتبروه نوع من التحدي ويحاولوا بكل الوسائل ان هم يتواجدوا عشان يفرضوا بقى راي الجمعيه العموميه لنادي القرن النادي الاهلي. استاذ حمدي انا سعيد جدا اللي سمعت صوتك، وبنستفيد من الراي اللي حضرتك قلته اكيد، لان اسالوا اهل الخبره، احنا بنذاكر. كان معانا اللي هو محمود احمد علي، كان معانا الدكتور محمد فضل الله، حضرتك كمان معانا دلوقتي، خدمت في النادي الاهلي، ورسالتك الاخيره لاعضاء الجمعيه العموميه، اكيد بتشتغل لاعضاء الجمعيه العموميه يبقوا موجودين عشان عدم فرض الوصايه، مش عشان لوائح ولا اقصاء حد زي ما البعض بيحاول يروج. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. امبارح شفت جمله وخلاني يعني لفت نظري الاستاذ حمدي الكنيسي في الجمله دي. مسؤول كبير دخل في تليفون في احد البرامج قال لك ايه؟ قال لك احنا بنحبو في الديمقراطيه، فعلينا كلجنه اولمبيه دوليه ولجنه اولمبيه مصريه اللي احنا نحمي اللي احنا لسه بنحبو في الديمقراطيه. بص ده اسمه فرض وصايه مقنع، او فرض وصايه اللي انت ايه كان بتعلم حد والراجل بيتعلم بس بتحاول بالعافيه لقيته بينجح فبزق جنبك كاني بفرض عليك اللي انت انا النجاح ده انا كنت معاك فيه وساعدت فيه وانت بعيد كل البعد. لما احبو في الديمقراطيه اعلم ازاي اعضاء الجمعيه العموميه بدل ما بيروحوا يسالوا كل المجلس منتخب وانتخبوه في السنه بتروح شهر 3 اعتقد، بدل ما يبقوا 2000 ولا 3000 ولا 5000 ولا 6000، لو انا بشتغل ديمقراطيه حقيقيه لازم يبقوا 20000 و30000 في نادي اعضائه 140000. ده وجهه نظري. لكن المسؤولين هي اللي بتساعد اللي احنا نبقى عمي مش شايفين، كلمتهم هي اللي تمشي، واول ما صوتك يعلى في الحق فزاعة. بس المرة دي النمرة غلط عشان انت وقعت مع الاهلي. الاهلي بيقود ولا يقاد. الاهلي لما كلمته تبقى صح وبيقاتل على حقه وتحقق الكلام بتاعه، والله بدون استثناء الناس كلها هتمشي وراه. فمن هنا اروح لموضوعي، اختم في القصه دي بكلام مهم جدا لحضراتكم، وعايزكم تركزوا معايا كويس جدا. الحمد لله الاشخاص اللي دخلوا بتثقوا فيهم ومحترمين وحياديين، مش بتوع فلان ولا علان ولا مع ولا ضد. طيب احد الاعلاميين امبارح طلع علينا واقسم بالله والله ما تسمعوش حد غيري، تسمعوش حد غير اللي هقوله لكم ده قولا واحدا. وايه وحلفانات ايه واللي انا بقوله ده خليكم فاكرينه، ما تسمعوش اي حد في مصر غيري. طب ايه الاماره عشان ما تسمعش حد غيرك؟ مش فاهم. المفروض اي حد محترم في العالم حتى لو جاهل لما حد يملى عليا حاجه ادخلها جوه دماغي زي الخلاط كده، اضربها وبلورها وفي الاخر اطلع برايي الشخصي. يعني ايه ما اسمعش حد غيرك؟ مش فاهم. هو احنا عايشين في قصه الجهبذه دي لغايه امتى؟ فبدل ما وعي الناس لما اجي اقول لك انا شادي بكلم حضراتكم في الوقت البسيط اللي احنا اشتغلنا فيه وبنحاول يبقى فيه احترام ما بيننا وبين المشاهد في كل المواضيع وتشاركوا معانا، مفيش حاجه اسمها اجبرك على الراي، وساعات الواحد بيدخل على صفحات محترمه ياخد منها اراء ويقولها ببقى مقتنع بيها. فالمشاركة في كل حاجة مش تعظيم سلام لكل غلط، مش مشكلة. فاللي أنا عايز أقوله الإعلامي طلع علينا امبارح وراح جاي قال لك إيه؟ محدش يصدق حد غيرنا، محدش يسمع في الموضوع ده صدق اللي أنا هقوله لكم دي خلاصة الليلة. إقصاء اللي بيعمله مجلس إدارة النادي الأهلي في اللوائح ده واللائحة الاسترشادية وبتاع، إقصاء الكابتن محمود الخطيب من عايزين يعملوا لائحة واللائحة دي هيحطوا فيها سنة ميلادية ومش هيبقى موجود الكابتن محمود الخطيب. وكمان
هيحطوا بند الثمان سنين، عشان بند الثمان سنين السنه الميلاديه هيبقى عدى مش عارف الاربع سنين وثلاث شهور. ده حتى مجلس اداره النادي الاهلي كنت بتواصل مع الوزير، والوزير قال لي ده النادي الاهلي المجلس الموجود غير قانوني لانه قاعد اربع سنين وثلاث شهور. يا نهار اسود، ده ناس مش مذاكره حاجه. النادي الاهلي عمل ثلاث جمعيات عموميه كل شهر ثلاثه، يبقى كده قعد ثلاثه ولا اربعه؟ مش فاهم. الناس ما بتذاكرش، واخده اتجاه مش حاطه الاهلي قدامها. طيب انت ده كلام لحضرتك قلته، وقلت الاهلي بيحط بند الثمان سنين، واقسمت بالله على وحلفت اكتر من مره، اولا الكابتن محمود الخطيب قيمه وقامه ورمز من رموز الاهلي، ومحدش يقدر يقول غير كده، وضد اي حد يقول غير كده، اللي هيقول غير كده معلش احنا هنقف ضده برضه. فانت ما مشيت الا هتعرفنا مين الرمز والقيمه كابتن محمود الخطيب، زي ما هو كاريزما وكاريزما كبيره. النادي الاهلي بيطلع في اولاده كاريزمات يا جماعه غير طبيعيه، بنتكلم على المايسترو صالح سليم كاريزما، بنتكلم على الفريق مرتجي كاريزما، واقف جنب ناس كتير، مبادئ علمها لنا ماشيين عليها لغايه النهارده، جماهير الاهلي بتحطها في المدرجات، مش مستنيه ولا انا اتكلم ولا اي مخلوق يتكلم. على فكره لما حد بيقعد يزايد كده عشان واخد اتجاه ضد نادي، فوالله ما حد بيسمعه، ده بيقلل من اي حد، والله دي الحقيقه، والله انا بكلمكم الحقيقه. فعندنا كوادر وعندنا رموز، وعندنا من الاهلي خرج وزراء، وعندنا من الاهلي كابتن الشيخ طه اسماعيل، كابتن طاهر، كابتن مصطفى عبده، كابتن اكرام، عندنا اسماء كبيره وعظيمه. لما اطلع ازايد واقول اسامي ايه ومش عارف ايه وبتاع، ما الناس عارفه اساسا، مش محتاجه مزايدات، لكن عشان الاتجاه ضد من اول يوم، والمزايدات والابتزاز ده اهم ما في الموضوع. واللعبه بدات، خلينا نتكلم بصراحه، عشان نتكلم بصراحه بس ما حدش اسمعوا اللي جاي ده لانه مهم. اولا انا ليا نقطتين في الموضوع ده. النقطه الاولى انت اقسمت بالله اللي اللائحه محطوطه عشان تقصي الكابتن محمود الخطيب من اللوائح. طيب لو ما طلعش في اللائحه في بند الثمان سنوات، لو ما طلعش في اللائحه اللي بيجهزها المستشار رجائي عطيه المحترم، سياده النائب العام الاسبق الدكتور عبد المجيد محمود، الدكتور علاء مشرف، هتطلع مفتوحه ما فيهاش اقصاء لاي احد، شكلك هيبقى ايه؟ هتبقى ساعتها مطالب بالاعتذار للاهلي مش لحد، هتبقى مطالب بالاعتذار للاهلي وجماهيره واعضاء جمعيته العموميه، لان انت اقسمت بالله وما تسمعوش حد غيري، وما تسمعوش حد غيري، واقسم بالله هو ده، والله العظيم هو ده. طب والله العظيم هو ده، انا بقول لحضرتك مطالب باعتذار. لما تلاقي كلامنا احنا اللي صح، هتلاقي في اللائحه اللي هتبقى يومين ثلاثه في مؤتمر صحفي عشان اللائحه اللي ما فيهاش اي اقصاء لاي رمز من رموز الاهلي ولا اقصاء لاي حاجه، هو دفاع عن حق الجماعه العموميه. لو ما لقيتش بند الثمان سنين زي ما حضرتك بتقول، عايز اسمع بقى الاعتذار لو لقينا اللي ما فيش البند ده، ولقيت كلامنا هو اللي صح، اللي هي هتبقى مفتوح. مطالب باعتذار للاهلي العظيم اللي عملنا كلنا، والاعضاء جمعيته العموميه اللي بتفرق ما بينهم وبتفرق، بتقول مدينه نصر والشيخ زايد والجزيره، وده ب 500,000 وده ب 300,000 وده ب 20، وازاي اللي دفع ده؟ عايز اشوف الاعتذار لما تلاقوا كلامنا صح. عارفين ليه؟ عشان ده ابتزاز، عشان ده مش اعلام محايد، عشان واخد اتجاه ناس ضد ناس، وعلي ناس على ناس، واستطفى الماء العكره، واخد اتجاه ضد ده، وبكره ابقى معاه، وبعده ابقى معاه، وبعده مش عارف ابقى ضده. اسلوب لا يليق.
انا حضراتكم سمعتوا امبارح حلفانات بالله اللي اللائحه دي بتتعمل عشان كده او البند الثمان سنين، واحنا بنقول لحضراتكم كقناه نادي تعبر عن سياسه النادي اللي الكلام ده مش هيحصل ومش موجود اقصاء لاي احد، وهي دي الحقيقه، وهتلاقوا اللي هي مفتوحه كل الناس تدخل وكل رموزنا تدخل، واللي يكسب نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك، ونبقى كلنا في ظهر اللي يكسب. ده اللي الاهلي علمونا. انما الكذابين المنافقين شكلهم هيبقى وحش. صدقوني. نحط في دماغنا نقطه اخيره عشان ما ندعيش الاهلاويه ونكذب على الناس ونتقي ربنا في نادينا. الاهلي عنده مباراه كاس، الاهلي عنده بطوله عربيه، النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا. هنشوف بنحب نادينا ولا لا. وهيكسب عشان تصيد الاخطاء. واقول لكم على حاجه الواحد اتعلمها في حياته، ووالدي الله يرحمه علمها لي، ورموزنا في النادي علمها، كابتن طارق سليم صاحب فضل عليا كبير، وكابتن حسن حمدي. لما تركز في شغلك وتخلص ويبقى نواياك سليمه، نواياك سليمه، ما تخافش من حد، اتكلم بصوت عالي، هتلاقي في الاول خفافيش الظلام كتير واصحاب الاصوات العاليه كتير. اوعى تغير رايك، بس خلي نواياك، اشتغل بما يرضي لو خلي نواياك سليمه. عشان كده هتلاقوا الاهلي بيحقق البطوله العربيه عشان بتستنى الاهلي يخسر. هتلاقوا الاهلي ان شاء الله بياخد بطوله افريقيا. هتلاقوا جماهيره في المدرج. هتلاقوا النادي الاهلي بيحقق البطوله العربيه عشان النوايا سليمه. مفيش فيها اقصاء احد، ومفيش فيها غير كل خير. اشتغلوا على الفتنه، خليك شغال على الفتنه ما بين الرموز والاصدقاء والاخوات مع بعض. بس في الاول وفي الاخر الشر ليه نهايه، مش زي مش الافلام العربي اللي انت بتتفرج عليها، على فكره احنا دمنا خفيف بس ما بنرضاش انه بقى اوفر يعني. ولا بنقول للناس اللي معانا ولا اللي حوالينا احلى كلام في الدنيا، ده انت زي الفل. ايه ده؟ ده كلام ما سمعناهوش في اي حد، ما فيش زيك ولا قبلك ولا بعدك. اللي بيعمل معانا كده بنقول له استنى على جنب. احنا لسه ما عملناش حاجه. لكن الضمير والنوايا ربنا يعلمها. فمن هنا يعني بما يرضي الله عشان اقول كلمه حق، لينا رموز كتير، ومره تانيه ومليون لكل الاهلاويه الرجاله جرفوا كلامنا اللي احنا قلناه، اللي مفيش اقصاء لاحد، وساعتها احنا مش عايزين اعتذار من حد. لا مش اعتذار من حد، ده راينا احنا الشخصي، من صفحات اهلاويه جرحتنا وقطعت فينا ونسيوا تاريخنا ونسيوا لعبنا ونسيوا، مش مشكله. بس لما يحصل ده مش عايزين اعتذار. افتكروا بس جمله اللي احنا عمرنا ما كتبنا عليكم، زي امور كتير جدا ما كتبناش عليكم فيها، وكنا في صفكم وقلنا كلمه الحق. اما شغل خالتي بامبا ده على الرغي رغي، واقسم بالله والله العظيم اقصاء للكابتن محمود الخطيب، لو لقيتوا الكلام ده غلط في اللوائح اللي شغال عليها في مؤتمر صحفي، لقيته مفيش اقصاء لاحد، احنا مستنيين اعتذار للاهلي، ومستنيين اعتذار لاعضاء جمعيته العموميه، ومستنيين اعتذار لجماهيره العظيم. حطوا الاهلي قدام عينيكم. لو بتحبوا الاهلي بجد من غير ابتزاز ومن غير مزايدات ومن غير ما نلعب على وتر ضد وتر، الحياد الحياد اللي انا ماليش دعوه بحد، الحياد اللي هو الاهلي اللي خيره علينا كلنا اللي ركبنا عربيات، الحياد اللي الاهلي جاب لنا بيوت وخلى اولادنا بتعلم في مدارس محترمه، الاهلي مفيش حد عمل معايا كده، انا شادي شخصيا، جماهير الاهلي يا صاحبه الفضل عليا، وكل المجالس اللي اشتغلت معاها، وكل اللعيبه اللي اشتغلت معايا، وكل الفرق اللي اشتغلت معايا. انا مش درويش حد، وجمهور الاهلي مش درويش حد، ولا اي واحد راجل جوه الاهلي درويش حد، درويش الاهلي. اقسم بالله اي اهلاوي جدع يكرر اللي انا بقوله، كلنا درويش الاهلي، وكلنا ضد اي حد يقف قدام الاهلي.
تلاقي ستة سبعة بيقاتلوا عشان مصالحهم. اقسم بالله لو فيها اللي انا امشي من نادي الاهلي من قناة الاهلي مش عايز اشغل الشغلانة. فتيجي الناس تسألك، بصوا بقى يا جماعة الابتزاز، يعني هو انت بعد الاهلي بعد اللي بتقوله ينفع تروح حتة؟ زكريا ناصف فين؟ ما كان شغال فين؟ راح فين؟ استاذ محمد الليسي راح فين؟ كان موجود وشخصية محترمة، وهشام حنفي كان موجود وغيره وغيره، الشيخ طه كان موجود. فقلت لكن عند عشان كلمة الحق بتوجع تروح فين؟ مش عايزين نشتغلها، مش هنموت يعني. والحمد لله الأهلي خيره علينا، وحسابنا في البنك مش فلوس، بطولاتنا اللي بنروح أي مكان الناس بتستقبلنا الكابتن التاريخي للأهلي. ما بحبش أتكلم عن نفسي لأن ما كنتش لوحدي، كان معايا جهاز فني عبقري ومجلس إدارة عبقري ولاعيبة عباقرة. لكن بنروح رصيدنا ده بطولاتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا كلنا، والنجم كان الفريق. مش كل أنا مش عارف يجي نتكلم على بطولة كل واحد يجيب نفسه. طب ما أنا سهل جدا بقى أقعد كل الماتشات لعبتها، مفيش الواحد قاعد. لا، أيام الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب كان في اللي بيلعب أكتر واحد ليه ست سنين. العبد الله اللي قدامكم تيجي في الاخر نستنى حد يملى علينا حاجه ولا حد يقول لنا اقول كذا؟ طب والنبي لا، ده هيخدم فلان وضد فلان. لا، الحياد الاهلي، الاهلي اهم. الاهلي ده حاجه كبيره قوي، نعمه. ده كل جمهور النادي الاهلي سبحان الله بعد الماتش اللي فات، شوفوا شوفوا الفيسبوك. لو انا بقتنع بفكره الفيسبوك، اللي انا احيانا ما بقتنعش ببعض الناس يعني، او تويتر، احمار اهلاوي انا والفخر ليا، مش عارف حقا نعمه النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، مش عارف ايه، شابوه البدري، شابوه اللعيبه، شابوه مجلس الاداره، واحد تاني مش عارف ايه. الفيسبوك احمار لو انتوا ماشيين بالمنطق ده. وفي الاخر جاي تكلمني على مش عارف ايه، ولا واتجاه واضح من هو في ايه؟ هو في ايه؟ انا مش محروس بتاع الوزير، انا محروس بتاع الاهلي، والله العظيم انا محروس بتاع الاهلي. ومش هقبل كلمه على الاهلي ولا جمهوره. فمن هنا قبل ما نروح لتقرير عن اللائحه الملزمه، جمله مهمه هقولها برضو كل يوم وده واجبي. جماهير الاهلي جزء منها تجدد له تاني النهارده الحبس. خاطبت كل الجهات المسؤولة، احترم القانون واحترم مؤسسات الدولة واحترم القضاء. فلو سمحتم عايزين الشباب ده يطلع، يطلع سوي. ظروف الاسر بقت صعبة، معهمش جنيه يروحوا زيارة، معهمش جنيه يروحوا زيارة. روح القانون، الشباب ده استوعب الدرس صدقوني. والشباب دوت لو خرج بأي مشكلة تاني، أنا أتحدى بعد اللي شافوه حجم الألم. أنت النهاردة لما بيجي لك دور برد وتقعد ثلاث أيام في البيت بتموت، عايز تخرج، عايز لكن السجن وحش، السجن مؤلم، وخصوصا لأسر هي ما تقدرش تتحمل ده وما جربتهوش قبل كده. وخصوصا الناس اللي يعني مش عايز اتكلم في امور، انا مع القانون فعلا ومع القضاء واحترمه. اخدوا كفاله ولا اخدوا مش عارف يدفع 2000 جنيه وتخرج النيابه رجعتهم تاني، احترم برضو النيابه، مفيش مشكله. لكن روح القانون، دول ولادك وولادكوا. لو طبقنا روح القانون اكيد دوله بقت قويه، اللي يغلط نجيبه بقى في حساب واحنا مش هنقدر نتكلم تاني. لكن انا همشي على الوعد اللي قلته، انت قلت يومين تحقيق معاهم، ومبقاش يومين بقى ست شهور واكتر. فبخاطب كل المسؤولين وتعاملوا معاهم بروح القانون، قضوا وقت طويل، الاسر بتمر بظروف صعبه جدا، مدت ايديها للي يسوى ومن اللي يسواش عشان ولادها ياكلوا. انا صعب ان انا اقول الكلام ده، لكن واجبي قدام ربنا سبحان الله وتعالى، جماهيري اللي رفعت اسمي انا ولاعيبه كتير على مدار التاريخ، لما يمر بمحنه ما ينفعش ادي ظهري.
عشان كده ولا بزايد ولا بقول اي حاجه، دي قضيه بنتكلم فيها بقالنا 6 شهور. اتمنى المسؤولين تبقى سامعانا. نروح تقرير عن اللائحه الاسترشاديه وارجع لحضرتك. على الرغم من أن الميثاق الأولمبي منح الجمعيات العمومية للأندية حق تقرير مصيرها وإقرار اللائحة الداخلية، إلا أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية تجاهلوا هذا الحق تماما وأصدروا لائحة استرشادية خاصة بالأندية في قانون الرياضة الجديد، مع وضع شروط تعجيزية للأندية من أجل مناقشة اللوائح الخاصة بها. ويرى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر أن ما جاء في اللائحة الاسترشادية يؤكد وجود تدخل حكومي في الرياضة، وهو أمر ترفضه المؤسسات الرياضية العالمية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية، واصفا البند الخاص بحضور 12500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة بالبند التعجيزي، خصوصا أن اعتماد اللائحة يجري في شهر أغسطس أثناء العطلات الصيفية، ومن الصعب حضور هذا العدد من الأعضاء، وهو ما دفع المجلس للإعلان عن عقد جمعية عمومية لمناقشة اللائحة الداخلية الجديدة التي أعدها المجلس السابق برئاسة حسن حمدي، وتم تعديل بعض البنود بها على مدار يومي 25 و26 من أغسطس المقبل، إلا أن ذلك لم يلقى قبولا لدى اللجنة الأولمبية المصرية التي أصدرت بيانا رفضت خلاله إقامة الجمعية على يومين، وأصرت على أن يكون التصويت في يوم واحد فقط وفي الفرع الرئيسي. أنا شايف إن الحق ده مش من حق اللجنة الأولمبية، ده حق أصيل للجمعية العمومية. الجمعية العمومية هي اللي بتقرر كل اللي بتشوفه في مصلحة النادي. لو في لائحة عايزة تتحط يبقى اللجنة الأولمبية مش هي اللي تحطها، الجمعية العمومية هي اللي تفرضها على النادي، لأن أنا اللي بنتخب مش اللجنة الأولمبية. فإزاي يتفرض على النادي الأهلي أو أي نادي في مصر، اهلي زمالك اسماعيلي اي حته، المفروض ان الحق الاصيل لاعضاء الجمعيه العموميه. اللجنه الاولمبيه تقول زي ما هي ما عايزاه، بس احنا مقدراتنا في ايدنا، احنا مش هنقول اللجنه الاولمبيه اعملي او ما تعمليش، احنا نروح ونقول اللائحه الاسترشاديه دي ما تنفعناش. بس انا عايز بس من قناه النادي الاهلي ومن اعضاء مجلس الاداره ومن كل الناس المهتمه تفهم الاعضاء ايه الفرق بين اللوحه الاسترشاديه وايه اللي النادي عايز يعمله. احنا كجمعيه عموميه احنا اللي انتخبنا مجلس الاداره، واحنا اللي عايزين نحاسبها لو في اي قصور، واحنا عايزين برضو نقول لها عايزين ايه بالظبط من النادي. فانا برفض اللائحه دي، وانا بعضد ان احنا كجمعيه عموميه هي اللي بتختار وهي اللي بتحدد، مش نتبع الجزء بتاع اللائحه ان حد تاني هو اللي ياخد القرار عننا. فهو ده رايي بصراحه كعضو جمعيه عموميه. انا شايف ان مفيش حد المفروض ان هو يتدخل في شؤون النادي الاهلي، وانا نفسي ان الاعضاء اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يتكلموا مع النادي الاهلي وهم اللي ينظموا امور النادي، ومحدش ليه حق ان هو يتدخل في امور النادي. طبعا النادي الاهلي يعني دول انت عارف زي ما بتقول لك، بيقول لك دوله جوه دوله يعني معنا، وناس محترمين كلهم سواء السابقين او اللاحقين او اللي موجود، و يعني ده النادي الاهلي. انا عضو في النادي الاهلي وبرفض اللائحه الاسترشاديه، وبطلب من جميع الاعضاء ان هم يحضروا الجمعيه العموميه عشان يوافقوا على الرفض ده. انا شايف ان ده شيء مرفوض طبعا،
لان ده شأن داخلي للنادي، واحنا بنرفض اي تدخل خارجي في اي شأن داخلي للنادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير وما ينفعش ان حد يتدخل في اموره الداخلية. وانا بطالب الناس كلها، كل الاعضاء، ان هي تحضر الجمعية العمومية 25 اغسطس علشان ترفض اللائحة الاسترشادية اللي بتقترحها اللجنة الاولمبية. دايما براهن على عفوا على وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. الموقف فيه اطراف كتير جدا لفرض الوصايه على نادينا العظيم الكبير، ولائحه ملزمه لينا كلنا. لازم كلنا نبقى متفاهمين كده. واللائحه اللي بيعدها النادي الاهلي لا اقصاء لاحد، لا إقصاء لأحد. فلازم أروح عشان من 1907 ل 2017 مفيش حد تدخل، مفيش حد قدر اللي هو يفرض لوائح على النادي الأهلي. وكمان من الكلام اللي عاجبني في الكواليس، اللائحة اللي بيعدها الثلاثي المحترم اللي أنا قلت عليه، هي لائحة الكابتن حسن حمدي وعليها بعض التعديلات اللي تناسب 2017، يعني مكملين لبعض وايدينا في ايدين بعض، مش بنعمل حاجه لاقصاء احد. ومين يقبل بالكلام ده؟ الترويج للكلام ده صدقوني كذب كله كله. ما لو ده موجود هنقول ونناقش ونتكلم. فمن هنا المره دي رسالتي هتبقى مختلفه لاعضاء الجمعيه العموميه. في يوم من الايام في 2017 هتحكي لابنك كان النادي الاهلي عملوا لائحه استرشاديه ولا لائحه ملزمه عشان تتدخل وتفرض الوصايه على النادي الاهلي، وتحكي لابنك اللي انا شاركت فيها زي اجيال كتير عظيمه قبل كده سابت اولادها بالمبدا ده. فالنهارده عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي عليه مسؤوليه، وجماهير الاهلي عليها مسؤوليه، اللي هي مش اعضاء، اللي منها معهاش اللي تدفع المبالغ دي لكن بتعشق النادي الاهلي ممكن كمان اكتر من عضو الجمعيه العموميه، عادي جدا لان جماهير الاهلي بالملايين بالملايين. فمن هنا روح يوم 25 ما تقبلش التدخل جوه ناديك، روح خلي اسم الاهلي وكيانه يبقى فوق، الاهلي فوق الجميع، يبقى فوق، محدش يقدر يقربنا. روح وما تخليش الاهلي يشتغل بلائحه هو مجبر عليها، هيبقى العار، كل العار لينا كلنا كاهلاويه اللي حد يفرض الوصايه علينا. هي دي الحقيقه، لا اقصاء لاحد. اوعوا تصدقوا اي اعلامي يقول لكم كده، صدقونا احنا بقى، صدقونا احنا، وثقوا في كلامنا احنا. ولو طلع كلام غير ده حاسبونا في اكتر من كده. لكن الكيان الكبير كان مهم جدا نقول الكلام ده النهارده، اللي لا اقصاء لاحد، واللي بيتعمل ده عشان طول الوقت تبقى رافع راسك، قرارك نابع منك، مش هاجي العب ماتش ودي اروح استاذن الجهه الاداريه، مش هاجي اعمل مشروع جوه ناديه اروح استاذن الجهه الاداريه، واروح اعمل لو رحت اسلم على كده كلنا واحنا داخلين اجي اقعد العب مع فرقه الشمس يقولوا لي روح استأذن الجهة الإدارية، ده اللي ناقص. لو انتوا قابلين بالكلام ده كأهلوية وأعضاء جمعية عمومية اقبلوا، قل عليا اللي أنا أحترم آرائكم كلكم، لكن دورنا التوعية الحقيقية اللي بدون غرض ومرض ومع شخص ضد شخص، ما لناش في الكلام ده ولا هنعمله النهاردة ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد سنة. فبدعوكوا مرة تانية وتالتة ومليون، روح
يوم 25 وحط لائحتك بإيدك وحاسب مجلس إدارتك في الحلوة وفي المر. دلوقتي كمان نروح لفقرة رد الجميل نشوف معانا مين ونرجع لحضرتك. خريج كل التربية الرياضية، بدأت أخذ دراسات في كرة الطائرة من سنة 60 على يد المدرب الألماني فيك. اشتغلت في المغرب والكويت والسعودية. الكويت كنت بدرب نادي كازما، وكان أول ظهور لي في الرياضة. خدت كأس المملكة للإمارة للشباب والكبار. بعدين لما رحت السعودية اشتغلت في أندية كتير، الهلال، وخدت بطولة المنطقة الغربية، والشباب خدت بطولة المملكة بيه، والوحدة خدت بطولة بطولة فيه. أنا عايش جوا الأهلي على طول، بس أما ما كنتش بشتغل ما بظهرش. بس كنت في النادي الأهلي سنة 78، وأول مرة أكسب الزمالك كان الأنسات. كنا بنخسر لمدة 10 سنين في الأنسات، أما جيت كسبت الزمالك سنة 79-80. كان الماتش الشهير اللي قعد أقل من ساعة كسبت فيه الزمالك 3-0. وبعدين سافرت وقطعت علاقتي بالنادي للتدريب. يعني النادي الأهلي حاجة عظيمة، كونك تنتمي إليه في تدريب أو لعب أو حاجة يرفعك في السماء. لما تعوز أي حاجة في مصر سهلة جدا كواحد من النادي الأهلي. والله أنا حققت كل نفسي وأكثر، وكان أعظمها نادي النادي الأهلي. وأنا بقول للناس الجيل الجديد، اهتم بنفسك وبالرياضة هترفعك، وما تبصش للمادة. احنا بقينا نبص للمادة أهم حاجة دلوقتي. بص لشغلك واجتهد فيه تعمل نتائج وتنول كل اللي انت عايزه. والله اخر مره شفته وانا باخد الدرع ده من الاتحاد، هو سلم عليا، ورئيس الاتحاد كنت انا استاذه، قال لي محمود طاهر استاذي. دي اخر مره شفته بها. أنا أصلاً مخل في مروح النادي الأهلي بسبب مرض، هو جات لي جلطة في المخ سنة 2010، استمرت معايا في العلاج طول المدة دي. الحمد لله الدنيا عايش، الحمد لله أنا خدت حقي وزيادة شوية. أنا اشتغلت مدير عام الاتحاد الافريقي، وسكرتير عام الاتحاد المصري. اخذت حقي تدريب واداره، اطلب لهم التوفيق،
رفعت النادي الاهلي اكثر واكثر. ربنا يوفقه. احب استكمل علاجي تامين صحي من داخل النادي الاهلي. عايز اقول الحمد لله ان احنا لسه بصحه، وارجو ان احنا ننهي على خير. كابتن علي رفاعي نجم كرة الطائرة، فقرة رد الجميل كان معانا النهاردة. ربنا يديك الصحة، وده زي ما بقول في أي تكريم في أي حاجة ده بيبقى واجب علينا اللي احنا ما ننساش كل واحد خدم النادي الأهلي. كابتن علي رفاعي كان معانا في رد الجميل النهاردة، فقرة رد الجميل. دلوقتي هنطلع فاصل سريع وهنستقبل بعدها واحد من أفضل المحللين في مصر وكمان كابتن النادي الأهلي، نتكلم معاه شويه كوره. نطلع فاصل سريع ونستقبل نجمنا النهارده الكابتن وليد صلاح الدين. يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشواره نحو جائزة 2.5 مليون دولار التي رصدها الاتحاد العربي لكرة القدم للفائز بكأس البطولة العربية التي تحتضنها مصر حتى 6 أغسطس الجاري، حيث يلعب مع الفيصلي الأردني غدا الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب في نصف نهائي البطولة العربية. لقاء الغد يحمل أهمية كبرى بالنسبة للمارد الأحمر، إذ يسعى للفوز على الضيف الأردني لعدة اعتبارات، في مقدمتها رد الخسارة التي مني بها بطل مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الفيصلي بهدف دون رد، بالإضافة إلى استكمال مشوار الفريق نحو اللقب العربي. الكرة والجماهير، يستضيف وليد صلاح الدين نجم الأهلي الأسبق للحديث عن أهمية المباراة فنيا وجماهيريا ورأيه في الفريق الأردني وتقييمه لمشوار الأهلي في البطولة حتى الآن، وهل حقق المارد الأحمر أهدافه من المشاركة في البطولة العربية، ورأيه في المباراة الثانية التي تجمع بين الفتح المغربي والترجي التونسي، وتوقعاته لنتائج الغد ومن سيكون الفائز باللقب العربي من وجهة نظره، فتابعونا. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي. دايما بتشوفوه في الاستوديو التحليلي لكن الحوار معانا بشكل مختلف، بنستفيد من ارائه الفنيه وكمان نساله في بعض الكلام اللي اتكلمناه في الاول عن اللائحه الاسترشاديه. بس خلوني في الاول ارحب بواحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي، كابتن وليد صلاح الدين. مرحب بيك. ازيك كابتن شادي، عامل ايه؟ الحمد لله، وببقى سعيد جدا وانت موجود معايا 10 سنين طويله وصديق محترم يا كابتن. ربنا يخليك، انت اللي وحشني بقالنا كتير ما اتقابلناش. انا طبعا هنا على طول وانت هنا على طول بس ما بنتقابلش. الاستوديو قعدته انا مش عارف ايه القعده الغريبه اللي عندك دي، مش عارف. كانك قاعد في البيت. عامل ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. عايز نبتدي معاك منين؟ انت راجل صاحب بيت. زي ما انت عايز، يعني انت صاحب البرنامج، ابتدي زي ما انت عايز. عايز تتكلم في اللائحه الاسترشاديه، عايز تتكلم في النادي بشكل عام، عايز تتكلم على البطوله العربيه، زي ما انت مرتب يعني. خليني اسالك في اللي احنا كنت بتكلم فيه، اللائحه الاسترشاديه، ملم انت بالموضوع؟ طبعا. عايز طبعًا. تقول فيه ايه؟ اتفضل. يعني ببساطه شديده، هو حق اصيل لكل نادي انك لازم الجمعيه العموميه بتاعت كل نادي هي اللي تقرر مصير النادي ده. انا النهارده كعضو بدفع رقم مش قليل علشان ابقى عضو عامل في النادي الاهلي او في نادي الصيد او في الجزيره او في اي نادي من انديه مصر، طبعا الزملكاويه في نادي الزمالك
وهكذا، انا لازم يبقى لي حق تقرير مصيري انا جوه النادي. فبالتالي ده اللي تعودنا عليه طول عمرنا. النهاردة طبعا مصر بتتغير، وحصل بند الثمان سنوات دخل وطلع، وكان عليه اعتراض وخلاف كتير، وكان فيه بنود كتير قوي ما تمشيش مع الدستور وما تمشيش مع القانون. احنا بنوفق اوضاع البلد كلها، دي حقيقة. لكن في الاخر انا النهاردة اسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي مع الزمالك طبعا والاندية الكبيرة كان لازم يكون ليهم تواجد وانا بكتب لائحة استرشادية. ده رقم واحد. ده هنا في يعني علامة استفهام كبيرة جدا. انت النهاردة عندك واحد من اكبر الاندية في الوطن العربي كله وفي الشرق الاوسط كله، انا ازاي ما خدش رأيه وانا بحط لائحة بتتحكم في مصيره؟ ادي واحدة. خد بالك الجمعية العمومية اللي جاية دي اهم من الجمعية العمومية بتاعت الانتخابات. بمعنى يعني بمعنى انك انت ال 12500 لو جم او مجوش هم بيؤثروا بشكل كبير جدا في مصير النادي. يعني انت في الانتخابات انت بتختار رئيس، بس بتختار رئيس بالقائمة بتاعته وخلاص، او بتختار رئيس من هنا وبتختار انت اللي مقتنع بيهم كافراد، بس انت ما بتعملش حاجة تانية. لكن اللي بيحط اللوائح والنظم والقواعد هي اللائحة، اللائحة اللي النادي بيمشي عليها لغاية لما تتغير. فالنهاردة يعني انا شخصيا بطالب كل اعضاء النادي الاهلي ان هم يعملوا حاجة تاريخية، تعالى وقول رأيك، عايز بقى بند الثمان سنين مش عايزه، عايز تحط بنود انت، عايز بند التجنيد تحطه وتلغيه، عايز بند المؤهل العالي. في ناس كتير جدا مثلا مش مقتنع، انا واحد من اللي مش مقتنعين ببند المؤهل العالي مثلا. وجهة نظري انا بشوف ان في عباقرة ومعديين كمان العبقرية وهم مؤهلات متوسطة. انا اشوف ان الدستور نفسه الحتة دي بالذات هيبقى فيها تمييز لو انت ميزت. انا وجهة نظري كده، وجهة نظري ان انا طالما عضو في النادي ودفعت فلوس وخدت كارنيه، انا بالكارنيه ده يحق لي الترشح. هنا ارجع لوعي الجمعية العمومية كابتن شادي. انا النهاردة شادي محمد متقدم وهو مثلا هندسة، ووليد متقدم وهو مثلا معاه إعدادية. هنا بقى الجمعية العمومية هي اللي تختار رئيس النادي، تختار الأعضاء، تختار براحتها هي برضو. فأدي مثلا بند أنا مختلف عليه. أنا شايف أن اللجنة الأولمبية كانت صح في أنها ما يبقاش فيه تمييز، وما يبقاش شرط المؤهل هو الشرط الأساسي للترشح مثلا. تعالى بقى أنا وجهة نظري كعضو عامل في النادي الأهلي، لا أنا مش عايزك أنت تجبرني على لائحة استرشادية. أنت تجبرني عليها ليه؟ أنت مالك؟ إذا كان النادي ده بتاعنا أنا اللي دافع فيه الفلوس، أنت ليه تحط لي بنود أنا مش مستريح لها؟ بقالك كام سنة كابتن وليد في النادي الأهلي؟ أنا من بعد ما بطلت كله. لا من أول ما دخلت. من أول ما دخلت لغاية دلوقتي. أنا دخلت عندي 10 سنين ونص، قول 11 سنة، وأنا دلوقتي 46 يبقى حوالي 35 سنة. قبل كده حد فرض على النادي الاهلي لوائح طول المده اللي انت اكيد بتتابع انتخابات، وانا عارف اللي انت بتروح في الانتخابات على طول ومتواجد في النادي. لا في لوائح اتفرضت على النادي الاهلي. بس خلينا نقول ان الدنيا كلها اتغيرت. يعني خلينا نقول ان احنا في عهد جديد وفي الفيه جديده، وعايز اقول لك زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص، وما كانش خد بالك ما كانش فيه حريه للصوت زمان. يعني زمان ايام زمان بقى في البلد في مصر ما كانش فيه الحرية دي. دلوقتي انت بتختلف وتعترض، وممكن تعترض على الحكومة، وممكن تعترض على رئيس النادي، وتعترض على مجلس الإدارة، وتقول لا انا شايف ان الحاجة اللي انتوا عاملينها دي غلط، وانا شايف مثلا ان الموضوع ده عايز يتنظم. دلوقتي بقى فيه حرية، وبقى فيه كل واحد فعلا بياخد حقه بصوته وبمشاركته. فالنهاردة انا معرفش، يعني انا شايف ان ده يعني شيء غريب. المفروض على اللجنة الأولمبية اللي هي أصلا جاية في العهد الجديد، اللي المفروض إن البلد دلوقتي توسع الديمقراطية، مبقاش في حاجة اسمها هو كده، ونسبة المشاركة تبقى أكبر. أنت عامل إيه؟ أنت عامل هو كده إذا كان عاجبكم. طب أنا افرض ما قدرتش أجيب 12500 عضو، والدنيا حر نار ومصيف، والناس في الصيف، والناس أصلا في انتخابات الرئاسة ما بتنزلش،
واللي بينزل قليل جدا، عدد نسبة قليلة جدا بالنسبة للشعب. فانت النهاردة بتجبرني على شيء فيه لوي دراع. طب ليه؟ طب ما احنا نوصل برضو. انا تاني مش مع حد ضد حد، بس انا عايز اسأل سؤال. كل حاجة في الدنيا لو في نية صافية، لو في صفاء نية نوايا، تقدر تتحل. انا اقدر احلها باني اخفض العدد ده، انزل بالنسبة دي بما يتلائم مع العقل، بما يتلائم مع الظروف المحيطة، مع طبيعة النادي الجزيرة، والعدد ده مش هيقدر عشان المساحة كابتن وليد، كل الأسباب. انت النهاردة هتجيب ده لو جه ربعهم، المساحة في هتحط عربيتك فين؟ بص انا شايف ان الاتفاق او الاتفاق في الرؤى او ان احنا نقعد على ترابيزة واحدة ونحاول نقرب وجهات النظر، ده الطبيعي المفروض في كل انواع الحياه، لكن في الرياضه المفروض اكتر. المفروض انت بتدور على مصلحه البلد ومصلحه الرياضه في البلد، وانا كمان كنادي، نادي اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد وكل الانديه، انا كمان بدور على مصلحه الرياضه في نفس البلد. فبالتالي طب ما نقعد مع بعض، ما يقعد اللجنه الاولمبيه وتقعد وزاره الرياضه شباب الرياضه وتقعد الانديه ممثله في بعض القامات الكبيرة اللي يقتنع بها الأندية، ونقعد نحل حل وسط. يعني بدل ما تبقى النسبة مثلا 7.5% و8% و10%، ما تخليها مثلا 4%. تبقى أنت سهلت عليا وأنا سهلت عليك، تعال نقرب من بعض في البنود نفسها، نتناقش. وهو ده اللي كان النادي الأهلي عايزه، ونادي الزمالك وكل الأندية قالت يا جماعة وانتوا بتعملوا لائحة استرشادية، ما تجيبونا نقعد معاكم. هو احنا يعني احنا مش غرب، ده احنا اللي جوه الموضوع. يعني اساسا انا اكيد مقتنع بكلام حضرتك، وده اللي احنا بنقوله. اي حاجة فيها لوائح، بقعد النادي الأهلي نادي كبير، انا بتكلم على نادية وموقفه، اللي هو لازم استشير الكبير، اتكلم مع الكبير. غريب كمان بالنسبة لي كابتن وليد، في البعض تمام كله زي الفل واللائحه زي الفل، كل حاجه زي الفل، مع ان فيها لوجيك كده كابتن وليد. اداء الخدمه العسكريه مش موجوده، هو اتحط عشان ناس معينه. خلينا نتكلم بامانه وبصراحه، ده حتى دي بيقولوا لها تعظيم سلام، وفي الاخر نطلع نقول لك جنودنا على الحدود، وتلاقي هي نفس الاشعار، الله البقاء لله وربنا يصبر. طب ما تعمل ده على ارض الواقع. وهو في الاخر انت يعني مقتنع ببعض البنود، واللي قدامك مقتنع ببنود اخرى، لازم الحوار. احنا هي الديمقراطيه في العالم كلها بتقول كده، ان انت تقول رايك وانا اقول رايي، ونقعد على ترابيزه واحده نحاول نوصل لحل يرضي جميع الاطراف. ما وصلناش، يبقى انت برضو تبقى معقول ومقنع في ان انت النسبه اللي جايه دي، يعني ماذا يضير اللجنه الاولمبيه لو النسبه دي مثلا 5000 من 12500؟ ايه المشكله؟ ما هي في الاخر انت يا ابني بتاخد حاجه اسمها ايه، استطلاع راي. يعني انت مش، ما هو ال100 مليون الشعب المصري، ال100 مليون مش كلهم بينزلوا ينتخبوا الرئيس، لكن اللي بينزل لو نزل مثلا 10 مليون، هو ال10 هم ال100؟ لا، بس ممثلين عن ال100. صح، هي ده بالعقل كده. انت النهارده لما تعوز تقول مين احسن نادي في مصر، هتروح تسال ال100 مليون، ولا بتروح مثلا اسكندريه تسال شويه، تروح اسوان تسال شويه، تروح السويس تسال شويه؟ يبقى انت بتاخد استطلاع راي من كل حته، صح ولا لا؟ طبعا. مش قصه. صح. لو قالوا لك النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي، لو قالوا لك نادي الزمالك يبقى نادي الزمالك. لكن انت النهارده ايه المشكله ان انت بتعجزني ليه؟ هي دي النقطه. وبعد كده بقى ندخل في تفاصيل التفاصيل، هو فرع واحد ولا فرعين، هو يوم واحد ولا يومين، هو على فكره يقول لك الاهلي هو اللي فرقهم. طب اذا انت اللي عملت التفرقه ده، يقول لك ده. بص انا سمعت مكالمه غريبه جدا امبارح، قال لك ايه؟ قال لك العضو دافع فيه، واحد دافع 300 400000، واحد دافع مش عارف 50 60، هقارنهم ببعض. يبقى الاهلي اللي بيعمل تفرقه ولا انت اللي بتعمل؟ اولا احنا ضد كلمه فروع، كلهم النادي الاهلي. صح. اساسا ده حقيقي. فعايز تقول حاجه تاني في اللائحه الاسترشاديه؟ لا لا، كلام مظبوط. بس انا يعني كنت اتمنى، وبرضه اتمنى تاني في مشوار الرياضه الجديد، في مشوار البلد الجديد، ان يا جماعه نقعد ونتناقش. هي الديمقراطيه في العالم كله كده، اذا كان في سياسه او في اقتصاد او في سياحه او في رياضه، لازم نقعد ونتناقش. لما نتناقش انت هتقول حاجه ممكن تعجبني فكره، وانا هقول لك فكره احتمال تعجبك. صح. ونوصل بيها لحل وسط. لكن فكره ان انت تضغط عليا علشان مصالح، اروح انا ضاغط عليك من حته تانية عشان مصالح، ويبقى المصالح هي اللي بتحكمنا، انا مش عايز ده، وانت مش عايز ده، وانت عايز ده بعينه وانا مش عايز ده بعينه، ونبتدي نعمل كده.
هيبقى برضو تاني هنرجع لما قبل الثورة ولما قبل ومصر القديمة تاني هنرجع، يبقى اللي يقول كلمة هيتفرم واللي يقول رأي ما مش عارف ايه، وهيبقى في حاجات تعجيزية وهيبقى في مشكلة. في ناس بتعشق كده الوضع ده، عايزة طول الوقت تبقى حاطة نفسها في القالب ده، وده غير مقبول احنا بالنسبة لنا التفكيري وتفكيرك. والناس ماتت ليه؟ والناس اللي ماتت ماتت ليه طيب؟ الناس اللي كانت اللي ضحت بنفسها دي واللي ماتوا ده كله علشان احنا نخرج بره الحتة دي، بره حتة بالعافية. هو كده اذا كان هو كده يا عم، انا يا عم هندسه هتشغلني دكتور ليه؟ هو كده انت بقى واحده تعالى، مش احنا عايزين نخرج بره دي. طيب يعني حتى لو في بيبقى حاجه اسمها يا كابتن شادي نسبه، يعني نسبه نسبه خطا. هو النادي الاهلي ما فيهوش مشاكل؟ لا في مشاكل، بس اقل نسبه مشاكل في الانديه كلها. صح. بس احنا مش عايزين، احنا مش في المدينه الفاضله. انت بتحب فلان وانا بحب فلان، وانت ليك مصلحة هنا وانا ليه مصلحة، بس في الاخر خلينا نتفق على ان احنا يبقى النسبة دي ما تبقاش معدية 50% يعني. يعني يبقى نسبة مثلا 5% 10%، عايز تجامل حد عايز ماشي، لكن ان انت توصل بالمجاملة تبقى هي الاساس وهي القاعدة، والاستثناء انك تعمل الطبيعي. هو ده اللي احنا بنقوله، وانا الحمد لله اللي انت بتكلم كل اللي معانا وكل اللي بنناقشهم بيتكلموا في نفس الكلام المحترم كابتن وليد اللي انت بتقوله. هخرج من قصه الإيحاء الاسترشاديه وهكلمك في اللغط اللي اتقال كنجم من نجوم النادي الاهلي، وصحينا من النوم ان النادي الاهلي متظبط له القرعه عشان يقابل الفيصلي، والكلام ده اكيد حضرتك متابعه. هتقول ايه في الـ في الـ في القصه دي كلها؟ ما متظبطه ازاي اذا كان الممثلين بتوع الانديه هم اللي صح؟ هو اي وغبا وخلاص يعني. هو الاربع كور دول كانوا موجودين، اول واحد طلع بتاع الفتح الرباطي هو اللي سحب، وتاني واحد كان بتاع الترجي هو اللي سحب. يعني هم قابلوا بعض. يعني هو حركه ذكيه جدا من المنظمين ان خلوا ممثلي الانديه، كابتن سيد عبد الحفيظ حتى سحب، يعني كل الانديه سحبت من ممثليها. فما فيش، بالعكس انا ده هي لو متظبطة كان من الأول الأهلي تاني المجموعة الأولى يلاعب الفتح أأمن لنا. يعني أنت بالعكس، أنت لما حطيت الكور كلها أنت كنت وارد أنك تقابل الترجي. صح. لكن إحنا اللي نقوله إيه؟ مكسب كبير جدا جدا رجوع الدورة العربية والبطولة العربية، مكسب كبير جدا، ومش هتعرفوه دلوقتي، هتعرفوه بعدين. عشان أنت شاركت في أحد البطولات أعتقد 95 أو 96. شاركت في حوالي 5 بطولات، خدنا منهم 4 وخسرنا واحدة تقريبا مع الهلال السعودي تقريبا. الفكرة أنت بتستفيد من كل الأوجه. أولا رقم واحد بتعرف أنت فين من الكرة العربية. إحنا ما بنلعبش الكرة العربية خالص. يعني أنا من أمنياتي دلوقتي إن أنا أشوف الأهلي فول تيم بيلعب العين فول تيم. عايز اتفرج الاهلي ضد العين مين اقوى. انا طبعا بحب العين جدا ومتابعهم من ساعه اصامواجيان وعموري وكل النجوم الكبيره. عايز اشوف الفرقه دي ضد الفرقه دي شكلنا ايه ومكاننا فين. النهارده انت لما بتلعب اتحاد جده السعودي، النهارده لما بتلعب النصر، النهارده لما بتلعب الهلال، احنا فين من الكره العربيه خصوصا اسيا؟ واسيا فين من افريقيا؟ دي نقطة مهمة جدا. فدي بداية كويسة أتمنى إن احنا نبني عليها السنة الجاية إن شاء الله، تكون في السعودية، تكون في الإمارات، تكون في تونس، في المغرب، في الجزائر، تكون في أي دولة. أتمنى زيادة 4 فرق كمان، أتمنى إن يكون في 4 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق، ويطلع أول وتاني، يوصل أول وتاني من كل مجموعة، وأبتدي من دور الثمانية ألعب لوك أوت بخروج المغلوب، ونبقى كأس عالم مصغر. يعني تبقى بطولة قوية جدا، مكسب مادي غير طبيعي. تتكلم في 50 مليون جنيه، دي ميزانيات أندية، مش أندية، ده ميزانيات يعني مؤسسات كبيرة. فبالتالي وبعدين بتتكلم على محتوى فني عالي جدا، الترجي قوي جدا. انت لو كان الهلال السعودي ده جالك فول تيم، لو كان جالك بالفريق الأساسي موضوع تاني خالص. الوحدة الإماراتي مش كده، لو كان جه العين يعني البطولة دي لو زودت لها 4 فرق، تزود بقى مثلا من مصر للاتحاد السكندري بما ان هي بتتعمل مثلا في اسكندريه، ممكن ازود الاسماعيلي، ازود بقى من الامارات العين، ازود مثلا من السعوديه اتحاد جده السعودي، اهلي جده، يعني تزود 4 فرق، من الاردن يجي الوحدات مع الفيصلي وهكذا، تعمل بطوله قويه جدا، تظبط توقيتها ما يبقاش التوقيت ده،
ترجع تاني زي ما كنا احنا بنلعبها. احنا كنا بنلعبها في شهر 5 أو 6 كانت بتبقى نار. كان بيبقى انت خلصت الدوري وتروح داخل على البطولة العربية كله جاي توقيتها، بس توقيتها طبعا السنة دي هو ده بس ما فيهاش حاجة يعني. رجوع محمود وبشكر المنظمين على البطولة العربية، بشكر كل اللي شاركوا وساهموا. اديتك متعة قد ايه وجود الجمهور مثلا، وجود الجماهير. بص استاد اسكندرية تحفة وهو مقفول في مباراة الزمالك، حاجة تحفة يعني. بص مباراة الاهلي كمان يعني، ان شاء الله بإذن الله لو الاهلي وصل النهائي كمان يعني اتمنى انك افتح بقى الاستاد كله. كابتن وليد عايز اكلمك مشوار البطولة من الاول في نقاط مهمة كده كنا بنتكلم فيها مع جماهيرنا طول الوقت. البداية المشوار كابتن احمد ايوب هو اللي بقود المهمة اللي انا بحييه تحية كبيرة جدا. بنتكلم على مجموعة من اللعيبة واخدة راحة، حتى جزء من جماهير النادي الاهلي قالك انا مش هحضر البطولة. وصل لك ايه من الرسالة دي؟ لا بص هو انا هقسمها هقسمها لكذا نوع. واحد، الكابتن حسام البدري ما يكونش موجود ده غلط من وجهة نظر. طبعا عنده ظروف أسرية خلاص هنحترمها، لكن انا كنت اتمنى ان الكابتن حسام يكون موجود من اول يوم، لان ده بيطفي على البطولة. احسن مدير فني في البطولة، احسن اكتر مدير فني، اقوى مدير فني لاقوى نادي، مرشح الاول للبطولة، فلازم كان يبقى موجود. دي واحدة. اتنين، انا ممكن فنيا عشان توقيت البطولة ممكن كل واحد بيشتغل فني بما يترأى له لمصلحة الفريق، فدي ما فيهاش مشكلة. أنا رايح لعيبة دي حاجة تخصني، الهلال السعودي عامل كده، الوحدة مش جاي بكل الفرقة، الترجي التونسي في ناس كتير جدا ما لعبتش، فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف وخليل شمام النجوم الدولية والناس محمد أمين بن عمر يعني نجوم متميزة، وممكن أنا ما ابتديش بيهم، لكن في الآخر توقيت البطولة أجبرني على الاشتراك. أنا ما ينفعش، وأنا جيت معاك قبل كده أو قلنا في الاستوديوهات، ما ينفعش البطولة العربية تبقى في مصر والأهلي مش موجود أو الزمالك مش موجود، لازم كنت أشترك. لكن الناحية الفنية دي أنا أديرها براحتي. ابتدينا البطولة تمام. من وجهة نظري وإحنا قلنا الكلام ده في الاستوديو، كابتن ربيع ياسين طبعا كابتننا الكبير، وكابتن سمير كمونة مع كابتن محمد فاروق وكابتن ميدو، أكدنا من أول لحظة النادي الأهلي ليه أهداف معينة من البطولة. واحد، المشاركة، لأن دي حاجة سياسية. اتنين، حاجة سياحية. تلاتة، حاجة اجتماعية وعربية. أربعة، أشوف كل اللعيبة اللي ما لعبتش. خمسة، أريح اللعيبة الأساسية وأطلع لعيبة زي أكرم توفيق، زي عمرو بركات، زي باسم علي يرجع تاني، زي حسين السيد يرجع وليد تاني، وليد أزارو أشوفه، الوفد الجديد، إسلام محارب اللي لسه داخل على الفريق، كريم نتفت، ونقعد بقى نعد فرقة كاملة. محمد الشناوي أحد مكاسب البطولة بغض النظر عن الهدف ده اللي دخل، بس شايل النادي الأهلي في 3 مباريات في مواقف صعبة جدا. أقول لك الحاجة وليد، يعني عشان نكمل بس الجملة دي، في نفس المباراة اللي هو جاء فيه كان في خط قوي. على فكرة شال 2 صعبين جدا، كان ممكن يبقى عنده ما عندوش ثبات انفعالي فالدنيا تهرب منه، وده اللي احنا اكدنا عليه في الاستوديو. فبالتالي احنا كان لينا اهداف كنادي اهلي معينة من البطولة، حلو كده. الاهداف دي كانت هتروح في اول مباراة، ما فيهاش حاجة، خلاص اتغلبنا ما فيهاش مشكلة، وممكن كنت تطلع من البطولة برضو ما فيهاش مشكلة. خدت 3 ماتشات وجربت اللعيبة واديت فرص، وقفت على حالة اللعيبة تمام. طيب اللعيبة بقى طلعوا رجالة، هنعمل ايه؟ طلعوا رجالة وكسروا الدنيا وكسبوا الماتشين وخلاك حطك في مأزق. النهاردة كابتن حسام البدري في مأزق. انا بقولك الكابتن حسام النهاردة في مأزق. ليه؟ ألعب مين ولا مين؟ ألعب علي معلول ولا حسين اللي مكسر الدنيا؟ طب ألعب حسام عاشور ولا السولية وحسام غالي وأكرم توفيق اللي مكسرين الدنيا؟ طب ألعب عمرو بركات اللي واحد من الهدافين؟ ولا ألعب صالح جمعة ولا قاعد الاثنين ولا ألعب عبد الله السعيد؟ طب لاعب احمد فتحي كريم نتفد ولا لاعب مؤمن زكريا؟ طب لاعب اجايه ولا قاعد وليد ازارو واحط اجايه؟ ما دي مشكله حلوه للمدير الفني، بس في الاخر الناس اجبرتك على احترامها. صح، الاول كان يقول لك الاهلي وفرقه اساسيه وبتشتروا ناس ما بتستفيدوش منها حاجه، طب تعالى انت بقى وحط الفرقه بقى انت دلوقتي، ادينا بره اهو اختار بقى انت بقى، شوف هتختار مين. طبعا هتختار. فالنادي الاهلي النهارده ما شاء الله عنده 3 فرق، ثلاث فرق مش فرقه واحده، 3 فرق، كل فرق كل مركز بقى فيه 3. تروح ناحيه اليمين نمره 1 احمد فتحي، نمره 2 محمد هاني، نمره 3 باسم علي. تروح ناحيه الشمال علي معلول، صبر رحيل، حسين السيد.
تروح في هنا تلاقي ثلاثة، تروح هنا تلاقي ثلاثة، وكمان غير اللي جاي لك. يعني ناحية اليمين هتلاقي وليد سليمان، وهتلاقي حمودي، وهتلاقي ميدو جابر، بس لا ده احنا جبنا لك اسلام محارب، بس لا ده احنا رجعنا لك احمد الشيخ. فالنادي الاهلي بيقوي نفسه ما فيهاش حاجه. يعني في كلام كتير طبعا وحاجات كتير بتتقال للاسف في الاعلام غلط. يقول لك مثلا يعني يقول لك مثلا النادي الاهلي بيجيب لعيبه وما استفدش منها. هو انت بتاخد جزء وتسيب جزء؟ خد الموضوع على بعضه. رقم واحد، النادي الاهلي بيكسب بطولات ولا ما بيكسبش؟ بيكسب. ادي تحقيق اول حاجه واهم حاجه، لان انت لما بتكسب بطولات الرانكينج بتاعك بيعلى، الريكورد بتاعك بيزيد في البطولات، بتبتدي تصنف بشكل معين، ادي واحد. صح. جماهيريتك بتزيد، ادي اتنين. ثلاثة، هو انا لما بشتري اللعيبة دي، اما جبت هشام محمد او حمودي او اسلام محارب او عمرو بركات او وليد ازارو، هو انا عمال ادفع فلوس كده بسفه وبخسر ولا انا في الميزانية بكسب؟ بكسب. طب يبقى انت ليه سايب دي وماسك دي؟ يبقى انا في عوامل معينه بحسبها. رقم واحد البطولات، رقم اتنين بعد البيع والشراء، هو انا بشتري بس ولا بشتري وببيع؟ بشتري وببيع. لما بشتري وببيع بكسب ولا بخسر؟ بكسب. طب لو انا بكسب بطولات وبكسب فلوس كتير جدا، واحد زي حجازي 23 مليون جنيه، زائد انه لو انجز السنه دي زي تريزيجيه كده وكمل هيدينا 4 مليون يورو، يعني انت بتتكلم صفقه معديه ل 100 مليون. طب ده النهاردة البطولة العربية، لو أنا ما عنديش الكتيبة دي أخسرها من أول ماتشين. صح. لكن أنا بالكتيبة دي، أنا النهاردة بقى شوف، أنا كنت بقولك إحنا داخلين البطولة العربية بأهداف معينة، النهاردة أنا بغير أهدافي. يعني وأنا قلت زيك نفس الكلمة، كوليد صلاح الدين أو واحد داخل ليه بصراحة أكتر فريندلي يعني. أنا كنت داخل لأ ليه أهداف معينة، بجرب اللعيبة، بشوف اللعيبة، برايح الأساسيين، دي أهدافي. هدف اجتماعي، هدف سياسي. لا أنا غيرت دلوقتي، أنا واحد من محبي النادي الأهلي أو كنت بلعب في النادي الأهلي، لا أنا عايز البطولة. ما هفرط ليه في 50 مليون في ماتشين؟ ليه؟ إذا كنت أنا المفروض إن المرشح الأول، لا موتوا نفسكم بقى وهاتوا البطولة دي. صح. فأنا النهاردة طالما اللعيبه دي كلها موجوده، هو ده سبب من الاسباب اللي خلاني اضغط في الماتشين واكسب المباراه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. يستحيل الضغط ده كله بالسبع وثمان وتسع لعيبه جوه ال 18 غير لما يكونوا لعيبه كويسه. بص المنظر، بص المنظر، بص كام لعيب، بص محافظين على هجمه ازاي، بص ترجع تاني هيلف هيحطها للي جاي، بص جون لو سندها وليد ازارو كويس جون. يعني انا لو مش جايب لعيبه كويسه مش هيوقفوني على رجلي. خد بالك الكرة في العالم كله رقم واحد لعيبة، وبعد كده يجي أي حاجة. معلش مع كامل الاحترام بقى لكل العناصر، أجهزة فنية وجماهير، ومين اللي هيطبق لي الاستراتيجية بتاعتي في اللعيب. الدنيا كلها مقلوبة في برشلونة على نيمار، لأن أنت بنيمار حاجة ومن غير نيمار حاجة تانية خالص. أنت جايب خمسة ستة سبع حواة، لو فقدت اتنين هتبقى في مشكلة في برشلونة. الريال لما كريستيانو ما بيلعبش، زعلان ليه يا كابتن وليد من الموضوع؟ ما احنا واخدين الدوري احنا بنحط عليكم كده. لا بقول لك ايه، بلاش. طب عايز اسالك سؤال. ما تسالني. اسالك سؤال. بص يا جماعه، الكابتن وليد بعد الاهلي متعصب جدا لبرشلونه، اول ما بيخسر بيلاقي اول تليفون مني على طول. هسالك سؤال فني. انا اللي بسال على فكره، مش هديك فرصه لاي حاجه. اعتبرني مقدم لثانيه. اتفضل. انتوا كسبتوا الدوري تمام؟ وكسبتوا الشامبيونز، اعلى مسابقه في العالم. تمام. بعد كاس العالم، حلو كده، كسبتوا بطولتين انا بحييكوا عليهم، وفرقه كبيره جدا. مين الفريق اللي في العالم كله حط عليكوا برضه وانتوا كسبانين اعلى بطولتين؟ يا بص انتوا علمتوا على البايرن. اقول لك الحاجه، جيتوا عندنا احنا وراح عامل لكم التيشيرت كده. دي المؤامره الكونيه اللي بتحصل مع النادي الاهلي في مصر برضه. يعني في الاخر التاريخ كتب ايه؟ كتب الخط ده. انا كنت هاجي لك بتيشيرت برشلونه والله العظيم، بعدين قلت عشان تبقى لابس بدله. عمل لكم التيشيرت كده في السنتياجو برنابيو، قال لك انتوا بصوا تكسبوا الدنيا كلها وتيجوا عندنا. طب اسالك سؤال، لما بتكسب بالبطوله الدوري بيجي يجيب لك ماتش ولا بيقول لك انا الاهلي اخذ الدوري 39؟ لا انتوا بطل الدوري. دي بقى المؤامره الكونيه اللي في مصر. انا نفس الموضوع بالظبط. لا انا ما عنديش دي. انتوا بطل الدوري وتستحقوا، وبطل ابطال اوروبا وتستحقوا. انا بهزر، لكن احنا بنحط عليكم على طول برضه. لكن عايز اوريك قيمه اللعيب في كل حته. كوتينيو النهارده هم عايزينه من ليفربول مثلا، وصلوا العرض ل 100 مليون دولار، ما
او 100 مليون يورو ومش راضيين. يورجن كلوب مش راضي. النهارده بيقدم واحده برده من احلى مباريات وصلاح متالق طبعا وعاملين دويتو بس انا بوريك ان اللاعب مهم جدا. لو انت ما قدرتش ان انت تجيب في النادي بتاعك لعيبه ده اللي احنا عملناه مع نادي الاتحاد السكندري. احنا عملنا ايه كابتن مختار السنه اللي فاتت؟ يعني عانينا جدا لغايه لما نادي الاتحاد قعد في الدوري. اول السنه دي عملت ايه؟ جبت نور السيد وجبت خالد قمر وجبت حازم امام وجبت كابونجو كاسونجو وجبت سالم وجبت خالد الغندور وجبت الشيخ احمد الشيخ وجبت خالد الغندور وجبت يعني مجموعه كبيره. يعني جبت مجموعه. انت طول بقالك قد ايه ما سمعتش ان النادي الاتحاد ما بينافسش على الهبوط؟ كتير. السنه دي ايه؟ سابع سادس خامس عشان مجموعه اللعيبه زي ما انت بتقول. عمرك ما نزلت عن المركز الثامن اقصى حاجه. يعني الناس بتهاتي تحت 18 نادي وانت بتلعب في حته لامان والجمهور يستمتع. بص خد بالك ده اللعيبه عنصر غايه في الاهميه. من غير اللعيبه المدرب مش هيقدر ينفذ. من غير كنتو ما كانش مستر مان الجزئيه يقدر يعمل كده. من غير اللعيبه اللي موجوده دلوقتي الشخصيات حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور وشريف اكرامي ونجيب المجموعه دي عبد الله السعيد المجموعه الكبيره دي ما يقدرش كابتن حسام البدري يعمل حاجه. ما اقدرش لو النهارده اديت له مجموعه ناشئين. انت شايف الناشئ لما بيطلع بص اكرم توفيق عمال كان خلاص هيعيط طول المده اللي ما فيهاش حاجه. ما تبصي غلط ايه المشكله وتغلط ويجي منك جون ما فيش مشكله. هي الكوره كده. بس انا كنادي استحمل قد ايه؟ لكن لما يبقى معايا اكرم توفيق ومعايا حسام عاشور لا موضوع تاني. بطمن ويطلع الناشئ ياخد له اللخبطه زي ما هو عايز. على فكره اللي احنا بنتكلم فيه تواصل الاجيال في الملعب كمان مش على مستوى بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده اكرم توفيق مين اللي بيلعبه قدام وهو قاعد؟ بصراحه صح. بيلعب حسام عاشور باكثر حسام غالي بيلعب عمرو السولية وانا قاعد كابتن وليد اللي انا هقوله لك دلوقتي ده يلخص امور كتير مع لعيبه كتير. فالنهارده اكرم توفيق قاعد ما بيلعبش عشان خاطر الثلاثي ده بيلعب اثنين ويقعد واحد ويبقى تغييره وكده. احيانا بيبقى اخرج بقى. النهارده جت الفرصه لعب ما تستغربش اللي عمله على الدكه. أيوة لانه صح. شرب صح. اللي اللعيب ده ما فيش حاجه اسمها تعادل صح. في مكسب بس فما تستغربش اللي عمله على الدكه. هو ما كانش بيعمل كده عشان بص غلط صح. هو شرب خلاص النادي الاهلي فعايز يكسب باي طريقه. وفي حاجات كمان ثانيه يا شادي ما بتبقاش ظاهره للناس لكن هي موجوده في اصل المكسب بتاعك بالروح والحماس والرجوله. النهارده انت في الهدف بتاع عمرو بركات انت في حاجات كتير جدا انت مش شايفها. في ناشئين في النادي في ناشئ في النادي عنده 10 سنين كان هيعيط لو انت اتغلبت. فلما بتكسب بيقوم صح. يتشقلب الولد ده ممكن يبقى نجم النادي الاهلي ونجم مصر بعد كده. بس انت بتديله دلوقتي دروس وبتديله روح. الناس الاهلاويه اللي في المصيف اللي قاعده على البحر اما انت تحسن نفسيتها وما يجيلهاش ولا ضغط ولا سكر ويرتاحوا. والله انت بتعمل حاجات بس هي مش ظاهره لكن هي فعلا نتائج للي انت بتعمله. من ايه؟ من انك جايب لعيبه كويسه، من انك عندك منظومه مظبوطه. هات الهدف كده بتاع لا قبل ما نجيبه لازم اقول لك دي احنا بندردش مع بعض وبنحكي بعض امور وبنوعي الجماهير وفي مواقف بتحصل حقيقيه. مش الهدف اللي انت تكسب بس لانه وراك جيش من الاهلاويه عايزين يفرحوا. انا كنت مسافر وكان مجموعه من الاهلاويه كبيره جدا قاعده وشاشات كتيره جدا في مجمع كفاءات كبير كده. انت عارف يا كابتن وليد لما جه الهدف بتاع عمرو بركات ايه اللي حصل؟ الناس كلها بقت بتجري. انا طبعا متماسك شويه عايز اعمل زيهم بس قلبي كان هيقف. قلت الاهلي هيخسر. وبعدين جه الهدف بعد كده انت ما شفتش هنا السريع انت عارف اللي حصل كابتن. الناس سابت اماكنها وجري والناس تحضن بعض ما تعرفش بعض. هو ده الاهلي وعبقريته اللي انت بتفرح صح جمهورك في كل مكان. وعايزين ناكد على حاجه برضو ناكد عليها دلوقتي اتفضل. في وقت الفرح لو ما كناش كسبنا ولو كنا اتغلبنا ولو كنا طلعنا من البطوله كان يبقى في احترام للنادي ده. الله ينور عليك. يبقى في احترام للفريق لان هو اسعدك كتير. يعني انا كنت قاعد انا وكمونه وكابتن ربيع طبعا خلاص فاضل دقيقتين يعني خلاص وهنطلع على الهواء وطبعا يعني بتبقى قمه الضيق. النادي الاهلي طلع من البطوله بتبقى انت يعني كمان هيبقى ساعه متعبه جدا بالنسبه لك يعني ساعه تضايق. ومع ذلك انت خلاص مثلا اهلت نفسك ان انت خلاص بره البطوله وطلعت بره البطوله. ايه هتحترم الفريق ده وهتحترم النادي ده ليه؟ لان كل واحد بيجري في كل حته. يعني انا النهارده انا مش مصدق عمرو بركات ما لعبش ماتشين في النادي الاهلي واسلام محارب ما لعب بيجروا
يعني بص الرساله اللي بتوصل لكل الناس. كابتن وليد هقول لك على حاجه في الموضوع ده لازم نقف عندها. يعني مثلا كنا بنتكلم كان يبقى في حاله غضب طبعا الاهلي خسر، بس انا دورنا واحنا بنتكلم عشان مرينا بالمواقف دي قبل كده، اللعيبه اثرت في الملعب؟ لا حصل. المدير الفني من غير الاهداف اللي جت متعب، يعني التغييرين متعب لمس الكوره وعمرو بركات بعدها التغييرين. لو ما كانش حصل ده خلاص الناس عملت كل حاجه، ضيعت اهداف كتير، وصلت فيه روح في كل كوره مشتركه، عملوا اللي احنا طالبينه منهم. فمن هنا ما كناش هنزعل، هو ده اللي عملت اللي عليا خلاص. ما هو ده، هو ده اللي احنا بنعلمه للناشئين، وهو ده اللي قاله لنا الكباتن الكبار اللي كانوا معانا واللي قبليهم اكيد قالوا لهم كده، واكيد انت سمعت مني ومن هادي خشبه ومن النجوم الكبيره كده، وانت لما جيت بقيت كابتن النادي الاهلي اكيد انت قلت كده لمتعب وللعيبه الصغيره ولحسن مصطفى وللناس اللي كانوا معاكم في الجيل بتاعكم، واكيد دلوقتي حسن وهو مدرب بيقول كده وعماد متعب بيقول للعيبه الصغيره كده، واجيال بتسلم اجيال. هي الفكره اقف قدام المرايه وقول انا عملت اللي عليا. يعني اقف قدام المرايه ما تزعلش من نفسك، قول انا خلاص جريت في كل حته وموتت نفسي. صالح جمعه انا ما تخيلتش صالح جمعه ضرب سبرنت في اخر دقيقه ورا الراجل، مش طبيعه صالح. يعني الكره اتقطعت ورايحين 4-1، لولا ان صالح ضرب سبرنت 50 متر صح كان الراجل مشي بالراحه قوي وحطها بكل هدوء. الراجل من كتر الدبدبه وراه وصالح بيتزعلق راح شايطها اي كلام في السماء، اتردد جول لينا. هي بس دي الروح، لكن هي ممكن تيجي جول والراجل يجيبها ونصر حسين ضيع الهدف الثاني. يا كابتن وليد كنت واثق الهدف الثاني هيجي؟ انا قايل لكمونه اساله من ورايا. لا اصل وخلاص كل اللي حواليك بيقول لك الجون جاي. هي اصل هي بقت طبيعه، يعني هي بقت طبيعه في لعيبه النادي الاهلي وفي اي حد بيشجع النادي الاهلي، ان انت يعني بص حاجه صعبه قوي فرحه الهدف. كل ده عادي للنادي الاهلي وكل بص بقى حاجه. انا عايزك تشوف عمرو بركات في اعاده فيها الدكه. انا لما جيت هنا بتابع فريق العمل شفت اعاده الدكه كان فيه حاجه غريبه جدا. انا دايما بعمل حاجه تانية كمان يا شادي. يعني كل مره بيتعاد فيها الهدف كل مره بيتعاد فيها الهدف ببص على واحد مختلف عشان اعرف. فبصيت على ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده في الكادر. يعني انت كله هيركز على عمرو بركات بما انه هو اللي بس خلاص احنا شفنا عمرو بركات وقلع الفانيلا. بص حسام غالي. يعني بص حسام غالي، بص ركز على حسام غالي كمل. ادي وليد ازار وادي متعب وادي عمرو بركات عادي. سيب بقى عمرو بركات، بص حسام غالي جون. كمل بقى، بص 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 حسام غالي، بص النطه، بص النطه في الهواء. يعني بص ركز على كل واحد لوحده، سيبها مش شغال. بص بص كملها بص 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 بيطير. ليه؟ لان هو رد فعل. بص عماد متعب بعد ما هيتشقلب ويقع كادر تاني. بص وليد ازارو هناك. بص صالح جمعه كان مستعد ازاي. الوحيد اللي ما جريش اجايه كان تعبان. لا اجايه اقول لك على حاجه، انت تعرف اجايه عمل ايه؟ رحل عماد متعب هو وليد ازارو. ممكن يعني الفكره. بص 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 غالي. يعني فرحه طبعا فرحه. انا لا واقف عشان اكوري الكابتن وليد بقى. بص العامل يا كابتن. لا بص العامل ده طبيعه جهاز واحسن. بقول لك ايه، بص العمال اللي على الشمال. بص الافيه ده، بص سيد عبد الحفيظ بيجري فين. كمل بقى كمل. بص كمل ايه ده، ما عندكش كمل. بص سيد بيجري فين، الناس كلها جاريه يمين. كمل كده. بص سيد راح فين. ها الناس كلها رايحه كده فرحه. انت هو ده الاهلي. انت في الاخر انت بتحب النادي الاهلي بغض النظر عن انك انت مسؤول او مش مسؤول او لعيب او مشجع عادي. اكيد الناس في البيوت فرحت نفس الفرحه. اكيد اي حد بيحب النادي الاهلي فرح نفس الفرحه. بس هي الفكره انك انت الاهم من كده، ان لو ما كسبش النادي الاهلي بيجبرك على احترامه. هي ده الدرس. دي نقطه مهمه. يعني دي نقطه مهمه عشان لا قدر الله لو حصل حاجه بكره، او لو حصل حاجه في النهائي، او لو الاستاد متقفل والنادي الاهلي خسر، ما فيهاش الكوره كده. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك جوه الملعب. الرياضه كده. وبعدين احنا بنشوف الثقافه دي عند الناس كلها. ما لسه ريال مدريد مرقوع 4-3 من برشلونه عادي. عادي واخدين 3 كده حلوين عادي. والريال مش زعلان ولا حاجه، ما فيهاش حاجه يعني عادي خالص. مش هرد عليك. ده احنا كنا هنديكوا 5 ولا 6. طيب عايز اسالك سؤال. تتوقع الكابتن حسام بكره يشارك ناس من المجموعه اللي عندها خبرات شويه ولا ممكن؟ انا قلت دي وجهه نظري.
انا وجهه نظري ممكن يشارك برضو. برافو عليك، فكرتني بحاجه بتتقال في استوديوهات كتير، حاجه مغلوطه وحاجه غلط. اللي هي ايه؟ اللي هي احنا فرقه واحده، فريق النادي الاهلي فريق واحد يا جماعه. انتوا ليه بتقسموا الفريق نفسه؟ الفريق فيه 33 لعيب كلهم يستحقوا ان هم يلعبوا. ما تقوليش بقى اصل لو لاعب الاساسي الاحتياطي هيحبط، اصل لو واحد بديل فهيجي له احباط عشان مركزه، اصل اللعيب الاساسي لا، انت هتفرقهم. هم فريق واحد، خد بالك هو فريق النادي الاهلي. فلعب عبد الله، لعب صالح، لعب، هم فريق واحد. صح. فما اوعى تروح للحته دي، وده دور الكبار، اكد عليها تاني. انا ما عنديش حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور كده اوانط. انا ده دورهم، وده الدور اللي احنا كنا بنقوم بيه، واللي انت قمت بيه في الجيل بتاعك مع تريكا، مع بركات، مع الناس الكبار. اوعى حد يفرقكم. انت الناس دي تقعد كلها، القايمه كلها، وجيبهم حسام غالي كده. انت عارف وانت بتتكلم عدى من قدام عينيا دلوقتي، فاكر الاجتماعات؟ فاكر الاجتماع بتاع الترجي هناك؟ لا، عدى موقف كان اللعيبه حسم الدوري قبلها بست اسابيع او سبع اسابيع، وفي ثمانيه اخذوا اجازه. فالاهلي كان بيقابل اعتقد الاسماعيلي والاتحاد السكندري. لا لا لا، في ماتشين بس كانوا فاضلين في الاتحاد. كسب 3-0 في استاد القاهره. انا اقصد اخر ماتشين في كنا خلاص رجعنا بقى وابتدينا ندخل نتمرن خفيف وحمل تدريبي متدرج. فقابلنا، هنقابل في الكاس الاسماعيلي والزمالك قبل النهائي والنهائي. مباراه 2-0 الاسماعيلي في مصر. وكان بيتقال التوقيت ده الكلام ده كلها، وكان المدير الفني بيقعد معانا مانو زي كان بيقول كده، كلكم فريق واحد، انا اللي بختار التشكيل، انا اللي مسؤول. صح. انا رئيس الفريق. صح. فانا اللي اقول مين اللي يلعب، بعيد بقى مين كان احتياطي مين. صح. انا عندي لعيبه بتلعب اقل. صح. وعندي لعيبه بتلعب اكتر. صح. وده الكلام الصح. لا وفي الاخر احنا فريق واحد. انا عندي مثلا خبرات، وعندي لعيبه صغيره، وعندي لعيبه تجمع ما بين الخبرات وما بين اللياقه البدنيه، وانا اقسم براحتي. صح. امال اقسم المدير الفني النادي الاهلي. فما اوعوا اللعيبه يسمعوا او يشوفوا حاجه زي دي. صح. ماليش دعوه بالناس اللي بتكسب البطوله، هتعاون مع الكل. ايوه. وبعدين فريق واحد هو اللي كسب البطوله العربيه، الاهلي، اللي كسب البطوله الافريقيه الاهلي او الزمالك، هو فريق لكن مش افراد. هما ما بيجوش كده يقولوا ايه اللي كسب الدوري عبد الله السعيد زائد حجازي، ما بيعملوش كده، بيقولوا الاهلي كسب الدوري. كابتن وليد، مين اللعيبه اللي موجوده في الفريق ومسكت في الفرصه اللي اخذتها؟ از جنرال يعني في العموم. كله يعني اجايه. واحد من من المبهرين. واحد دلوقتي هو بقى له قد ايه؟ سنه. كل جمهور النادي الاهلي دلوقتي ما تقدرش تستغنى عن اجايه. محطه، بيلعب راس حربه، يلعب تحت الفراوده، لعيب مهم جدا، واقف على رجله. اكتر اشاده تاخدها في الدنيا من زمايلك، لان زمايلك اللي شايفينك واللي بقى ايه عاجنينك وخبزينك وشايفين التمرينات وشايفين. صح. انت بتعمل ايه في التمرين، وشايفين انت بتلعب مصاب ولا مش مصاب، وامكانياتك وقوتك في الفرقه. اجايه واحد من اللي مسكوا في الفرصه بشكل رائع. كنا نتمنى. عرفت محمد نجيب عمل ايه المباراه اللي فاتت؟ عرفت. واحد برضو من الرجاله. بص، محمد نجيب برضو نموذج يحتذى به بصراحه. صح. محمد نجيب كمان بيضرب مثال لما بعد ان انت لعيب مهم ولعيب خبره ولعيب امكانياتك كويسه، بيضرب بيعدي كل ده. ان انا بكل التاريخ ده لما اقعد احتياطي ما بتكلمش، وجدع وراجل ومركز مع فريقه، ده درس. تعرف كابتن وليد الماتش اللي فات كان مصاب جاي قال بين الشوطين ولعب الشوط الثاني كله مصاب بصراحه. بقول لك حاجه، راجل طبعا. هو لو اتغير كان بيسخن محمد هاني. لو اتغير ما كانش هينزل عمرو بركات التغييرات الثالثه. صح ولا لا؟ فانت شوف التفاصيل، الناس ما تعرفش الكلام ده. ازاي العب وانا مصاب على رجلي؟ شوف فرقت مع تغييره في اخر 8 دقائق، هو اللي جاب الجول. جابت الجول. فهي الفكره كلها هي روح الفريق. يعني خلينا نقول في ناس كتير مسكت في الفرصه. سعد سمير واحد من الناس اللي ما ابتدوش، ابتدى حجازي ورامي ربيعه. سعد دلوقتي لا غنى عنه في تيم النادي الاهلي، ما شاء الله، شيفيلد يونايتد وسامعين ارقام ومنتخب مصر، ويعني واحد مسك في الفرصه، مسك في الفرصه بجد. واحد من اللي انا عايز احييهم حسام غالي. حسام غالي في البطوله متالق تالق غير البطوله. حسام طلع بره التشكيل الاساسي. هو واحد نموذج. حسام غالي من حوالي 10 15 مباراه هو مش موجود، هو موجود حسام عاشور والسوليه. حسام بيلعب على فترات. يعني حتى لو موجود وجاهز بيدخل الشوط الثاني. ممكن ما يكونش موجود من بدايه المباراه، لكن واحد بيدي درس. واحد بيدي درس، كابتن فرقه
وزي ما احنا كنا بنلعب كان بيعمل هادي كده وكنت بعمل انا كده. الدرس اللي انت بتديه للعيبه مش بامكانياتك بس، هي باخلاقك اولا. يعني انا عماد متعب مهم جدا 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 انه لازم يقوم بالدور ده على اكمل وجه. نجم كبير الله يكون في عونه، في ضغوط وفي كل حاجه، بس هو مجبر انه يقوم بالدور ده ككابتن من كباتن النادي الاهلي. لعبت ما لعبتش، قعدت خرجت بره السكور، ففي الاخر انا قيمتي زي ما هي. عمر التاريخ خلاص ما بيخلص. بص حسام غالي، بص سبرنت في الدقائق الاخيره، وبص اي واحد هنا اقف هنا، اي واحد هنا كعبل هيقعد بقى يعك ويقول لك لا ده اصلا انفراد، طب اما الم لبره، طب اما الم كمل بقى كمان بس هي توبها ايه؟ احطها في الفوش. لازم باص لو عمل اي حاجه غير كده الكوره دي. واحد تاني هيقول لك اخد على البعيده واقف والف وانا لازم انا اللي اختمها ولازم انا اللي افنش. لا هو بص ده الصح بتاعها لمسه واحده والراجل شايف الجول. بس اقول لك على حاجه، في ناس كتير الفينش ده صعب جدا، الناس دي ممكن تستسهلها. الفينش ده هتشوفه في الاعاده دي هتوضح اكتر. فيها ثقه في النفس، فيها تركيز، فيها اللي انا واقف. بس في تكنيك في هو حاططها له على شماله. ايوه هو عارف هو بيلعب مين. بص في حاجات تفاصيل يا شادي، انت طبعا الراجل برضو تعتبر محلل وفاهم الحاجات دي. انا ممكن الراجل ده بيلعب بشماله، انا ممكن احطها له على يمينه بالطول وعمرها ما تدخل. اه هو اليمين بتاعته اضعف. ايه فرق اللاعب بين اللاعب واللاعب؟ يعني ايه قيمه صالح جمعه؟ ايه قيمه مثلا عبد الله السعيد؟ ابقى عارف امكانيات اللعيب اللي جنبي واسهل لك ماموريتك بنسبه كبيره جدا. انا النهارده انت لاعب بتلعب بشمالك، احطها لك على يمينك ليه؟ طب ما وفين الفرق بين لعيب ولعيب وانا بديك الباص؟ يعني وانا بديك الباص، يعني بص مثلا الكعب بتاع عماد متعب، هي الفكره مش في الكعب نفسه، ما اي حد يفكر في كده، واي حد الكوره جايه له من هنا وعارف ان هي هنا مقفوله هيلعبها بكعب. وليد اقول لك على حاجه في اللعبه دي، معلش انا قطعك. انت تعرف لو راحت هو بشماله قويه جدا وهو يمتاز بالتسديد، تعرف لو راحت على شماله اساسا ما كانتش هتبقى جون؟ بتاعت عمرو بركات. ايوه ما هو هيلمها، هو لمها طبعا، انت عارف لازم يلم عشان يفتح كده لو الجول. هو بس هي الفكره في الكعب بتاع عماد متعب، هي كل خلاصه الكعب ده مش ان هو خد قرار الكعب، لا ان هو يحطها صح بالراحه، ما يتكعبلش فيها، ما يروحش يحطها بكعبه في نفس الاتجاه صح. فتيجي ورا او يطمع على الجول لوحده، ما خلاص هو خد القرار. لكن هي الفكره كمان في التنفيذ، يعني ايه اللي بيفرق بين صالح وبين لعيب تاني؟ صالح جمعه هو بص يعني هات مثلا الهدف، لو عندك الهدف بتاع الزمالك الاهلي في الزمالك الاول، صالح جمعه عملها الاجاييه واجاييه عملها الوليد سليمان، ايه الفرق بين صالح وبين لعيب تاني؟ بقول لك انا لعبت معاك بقى حاجاتك اللي هي اللي عفل بالمسطره. ما هي بص ارجع تاني، ارجع تاني معلش، ارجع كمان بس وهو عماد بيحطها، عماد هنا ممكن يتكعبل فيها، ممكن يحطها تخبط في رجله الثانيه تروح للراجل الاصفر، ممكن يحطها بكعبه بس تروح خطوتين بره عمرو بركات فيضطر يرجع تاني يستلمها، لكن هيأهله خفيفه عشان هو وهنا وهو بيلم وقف برضه، هو ممكن يبصيها لاجاييه، ممكن يبصيها لحسام غالي، اجاييه هنا في الكادر ومتغطي وممكن يحطها. هي الدنيا كلها بتتسهل بالكثافه العدديه، لو عديت هتلاقي خمسه اهلي ضد اربعه، مع ان النصر هو اللي عايز يتعادل، يعني النصر حسين ضاي عايز يتعادل وبيلعب بكثافه عدديه، لكن انت كان عندك ريسك عالي قوي من كابتن حسام البدري، تغييرات هايله رائعه، بيلعب اول ان اول كل في الكل، يعني خلاص انا طلعت بره البطوله، فحتى لو اتغلبت او من هجمه مرتده دخل فيا جون مش فارقه، لكن هو ده الكلام الصح، ده اللي بنشوفه في اوروبا، واي فرقه بتبقى محتاجه المكسب بتعمل كده. المباراة كان فيها كل الأمور أكثر من رائعة. كابتن وليد هسألك على وليد أزارو وطريقة اللعب اللي بيلعب بيها النادي الأهلي بكرة من وجهة نظرك أنت الشخصية، بس تستأذنك هنروح نشوف جماهير النادي الأهلي توقعاتها إيه الماتش بكرة، ونرجع نكمل حوارنا مع نجمنا النهاردة الكابتن وليد صلاح.
يعني المباراه ممكن تكون صعبه شويه، بس ان شاء الله الاهلي يعني هيكسب ان شاء الله بكره. ان شاء الله نعمل ماتش كويس والنتيجه على ربنا باذن الله. اتمنى انه الاهلي يكسب ان شاء الله. ان شاء الله يكسب 3، عمرو بركات يدخل 2، وعماد متعب يدخل 1. ان شاء الله الاهلي هيكسب اكيد. ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله هنكسب والاهلي هيكسب ونتيجه كبيره كمان. احنا لعبنا مع الفرقه قبل كده خلاص، فهمنا الفريق اللي قدامنا يعني، وان شاء الله نكسب. متوقع لا هيبقى في تغيير عن الاهلي عن الماتش اللي كان في دور المجموعات، لان في لعيبه اساسيه ابتدت ترجع زي مؤمن زكريا وعبد الله سعيد، فهيبتدي يلعب لعيبه اساسيه مش لعيبه الاحتياطيه يعني. قبل كده كان بيلعب عمرو بركات وكده، ودي لعيبه برده تعتبر ايه صغيره في النادي الاهلي، فلا في تغيير في النادي ان هو هيبتدي يلعب لعيبه اساسيه، لو الماتش هيبقى مختلف يعني. وابتدى الاهلي اصلا يهتم بالبطوله اكتر يعني، من خلال الماتش الاخير واللي حصل في نهايه الماتش الناس ابتدت تهتم بالبطوله وتتفرج عليها اكتر، فهيكون ماتش حلو. والله انا شايف المباراه يعني الاهلي بعد المشوار ده كله في البطوله العربيه يعني، لا ممكن يعمل بكره نتيجه ايجابيه ان شاء الله كده يعني، بس هو طبعا الفريق فيصلي فريق تقيل يعني، هو يعني ان شاء الله نقدر نكسب كده على يعني حتى لو 1-0 بس يعني نكسب يعني ان شاء الله يعني. بالنسبه للفريق اللي بيلعب ان 7 اساسيين مريحين او 6 مريحين، فكويس يعني ان احنا عدينا المرحله دي، ان شاء الله ربنا يوفقنا بقى في اللي جاي. دايما مع الاهلي متفائلين خير، ودايما هو بيرفع راسنا، ودايما هو مشرفنا، ودايما احنا شايفين في فريقنا والكابتن بتوعنا متواصلين فيهم دايما كل خير، وان شاء الله باذن الله يعني هيبقى ماتش كويس وهيبقى في صالحنا ان شاء الله باذن الله. وفرقه الفيصلي تبقى فرقه كويسه في البطوله، واول ماتش بالنسبه لنا كان صعب بالنسبه لغياب حسام البدري، وان شاء الله الاهلي هيكسب البطوله. تفاؤلي بالفريق ان شاء الله النتيجه لصالح النادي الاهلي ويوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله تعالى، ومش هنسمع الاحداث ونقول ان شاء الله البطوله بتاعتنا، بس يعني الماتش ده يعدي ان شاء الله ونكسبه وبنتيجه كويسه ان شاء الله باذن الله تعالى. لا الاهلي طبعا المره دي هياخد باله يعني، لا يلدغ مؤمن جوهر مرتين، اتغلب الماتش الاولاني مع انه كان مسيطر على الماتش تماما، واتغلب بجون يعني بايلاك، انما المره دي ان شاء الله ياخد باله وباذن الله ربنا يسهل. توقعاتي ان شاء الله بالفوز، لان النادي عامل مجهود كبير جدا، وان شاء الله يبقى فيه فوز، خصوصا ان الكابتن البدري عامل مجهود كبير جدا، وان شاء الله يكسبه باذن الله. جديد ونوصل حوارنا مع نجمنا النهارده الكابتن وليد صلاح الدين. كان مهم جدا نسمع اراء الجماهير قبل ما نسمع الكلام اللي اتقال وتوقعاته من المباراه. كنت بسال حضرتك تقييمك لوليد ازارو في المباراتين اللي شارك فيهم. طبعا مشروع مهاجم متميز واضح، بيلعب العاب الهواء بشكل كويس قوي، بيتحرك كويس قوي، بيتحرك بالعرض كويس قوي، ما شاء الله بيدخل في كل كوره وبيشارك في كل كوره، ودي مهمه جدا للمهاجم. لكن في الاخر هو محتاج هدف. هيفرق معاه طبعا، هيفرق معاه، وهو محتاج كمان يعني ما يبقاش حاطط دي في دماغه قوي، لان انا حسيت بدات في المباراه الاخيره واضح ان هو يعني مركز قوي في انه يجيب جون، فهيبقى كل ما تضيع منه واحده هيبقى زعلان اكتر، هيتاثر. انا مش عايزه يتاثر، عايزه يلعب عادي وهي هتيجي صح، ما فيهاش مشكله. بس هو وليد واضح ان هو يلعب مهاجم وحيد. عبر عن نفسه كابتن، عبر عن نفسه باستثناء الهدف. لازم اقول يعني لازم نقر ونعترف ان المهاجم الصريح جول. يعني بص ايه اللي خلى كوليبالي الناس كلها تحبه بسرعه، ايه اللي خلى ايفونا ما شاء الله 13 هدف مع النادي الاهلي، وجه بيهدف على طول. طبعا غير هدف الزمالك ده طبعا يعني خده وداه في حته تانية خالص، بس هي الفكره ان خد بالك لازم تبقى هداف، فهي هتيجي ان شاء الله. لكن هو بيتحرك كويس قوي، بيحضر كمان، عاجبني فيه انه بيحضر لزمايله كويس قوي يعني، كل ما الكره تروح شمال او يمين اي كره بالعرض بيروح ساندها. ساعات بيعمل حاجه كمان رائعه اللي هو بيسندها وسبرنت جوه الصندوق. يعني مش بيلعبها ويقف، هو بيريحها كويس جدا وبعد كده بيجري جوه الصندوق. هو خامه كويسه ومتعاون مع زمايله، وما شاء الله مشروع
مهاجم يعني قوي جدا للنادي الاهلي، بس ان شاء الله باذن الله ده دور برضو عبد الله ودور صالح ودور حسام غالي، ان ازاي الراجل ده يجيب جول. الدور ده بقى احنا يعني انا كنت بقوم بيه في الجيل بتاعنا، وبعد كده تريكا كان بيقوم بيه في الجيل اللي بعده، وقبليها كان نجوم كتير بتقوم بالدور ده، اللي هي فكره صانع الالعاب لما بقى جايب صفقه جديده وعايز اديله صح مين اللي هيوديه؟ لازم عبد الله بقى، عبد الله يعني عبد الله دي بتاعته، صالح بتاعته، اعمل النشوط والكره غلط واروح محطها له خلصانه، اخلي الراجل ده يجيب جون. يعني انت عارف فاكر كنا بنساعد زمان، يعني دي بص اللي عندنا في الهايلايتس دي لو يجيبوها لنا على الشاشه دي لو سندها هو كويس، لو سندها كويس ايوه دي اقف اقف وهو بيسند، اقف وهو بيسند، هو كمان ارجع ارجع بس بس هنا لما يجي الكره جايه له كده يسند على يمينه مش على شماله، لان كل الزحمه ماشي اللعبه عادي عشان الكابتن وليد كل الزحمه هنا سندها على شماله فبقت الزاويه لو على يمينه كان ممكن يلحقه الاصفر لا 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 مفيش حد هيلحقه خالص، هدف الكادر العادي، هدف الكادر العادي كده يا جماعه اللعبه دي هو خايف هو وهو جاي هو خايف يكون حد في ظهره، لكن هو لو بقى ايه حاجه اسمها شامم الخطر او حاسس بالمكان، لو حاسس بالمكان يسيب الكره دي سنه يمين يبقى كادر الجون كله هيتفتح. لو السنده جابها بالجنب شويه كان لازم تبقى لقدام، لو سنده عايز يلعبها بالشمال كانت تبقى لقدام شويه على الطرف سنه، يعني الكره دي لو على الطرف شويه هتبص تلاقي كادر الجون كله اتفتح. ايه اللي عمله عمرو بركات؟ مش عمرو بركات كان يقدر يشوط كده، هو لما عمل كده الجون كله بقت البعيده فاضيه والضيقه فاضيه، فغصب عن حارس المرمى مش هيعرف. بص هنا، بص قفل الكره على نفسه. برافو عليك، حلو الكادر ده قوي. كم ارجع كمان ارجع، بس هنا كره وهي جايه له لازم ياخدها على يمينه هيفتح له الجون كله، الزاويتين يتفتحوا. لما الزاويتين يتفتحوا حارس المرمى يتلخبط فيخاف، فممكن يجي على الضيقه، لان لو جت في الضيقه هتتحسب منه هو، ومدرب حراس المرمى هيلومه هو، فهيسيب لك الايه البعيده مفتوحه زي بتاعت عمرو بركات. وعمرو بركات ناس كتير قوي تقول لك ايه لا الجون يتحملها، لا ما يتحملهاش ده هو، لان لما عمرو لماها كده بقى هو غصب عنه لازم يقف، فغصب عنه ممكن تتحط في القريبه او في البعيده، انت فاهم؟ ايوه هنا كادر حلو قوي، هنا ما اقفلش كده، لا افتح بطن رجلي، افتح بطن رجلي عشان ابين الجون كله. بص هنا الجون مستريح لانه خلاص هيميل شويه على الضيقه، والمساله هتبقى صعبه على وليد، عايزه بقى توجيه صاروخ في البعيده هتبقى صعبه. بخبره وليد صلاح الدين طريقه اللعب اللي هيلعب بيها الكابتن حسام، هل هيبقى ضاغط من البدايه من من من, من بيضغط على السردباكات والاطراف، ولا هيبقى تلتين ملعب، ولا هيلعب في بدايه الشوط في نص ملعب؟ لا انا عايز هدوء في المباراه دي، مش عايز اخدها بشخصيه الانتقام والصقر وروح لا مفيش الكلام. مباراه تمتد الى 120 دقيقه، لازم ناخد بالنا كويس قوي نقسم المباراه. طبعا كابتن حسام مدرب كبير وعارف الكلام ده كله، بس ادخل المباراه بهدوء واقسم المباراه، ومهم جدا ان انا اعرف ان انا محتاج جدا اجيب جون بدري، او اجيب انا جون الاول مش لازم بدري. لكن عندهم واحد من احسن حراس المرمى في البطوله، معتز ياسين هو احسن حارس مرمى في البطوله، ان لم يكن او ان كان للشناوي راي اخر في الماتشين. يعني لو الشناوي كمل في قبل النهائي والنهائي ممكن بيبقى حارس المرمى غالبا من الفرقه المتوجه ويستحقها، لكن لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها معتز ياسين احسن حارس في البطوله، وشايل فريق الفيصلي وحارس مرمى رائع. انا مهم جدا ادخل المباراه بهدوء، مش متوتر، مش متسربع ان انا اجيب جون، هجيبه بالراحه. ادي واحد الطريقه، 2 4 2 3 1 الكابتن حسام ما بيغيرهاش ومعودنا عليها دايما 4 2 3 1 بيغير اسلوب الضغط، بس بيغير اسلوب الضغط. اشوف ان الاهلي برضو يعني ممكن اول خمس دقائق بس جسد تخوف الفريق اللي قدام، خضه مع الجمهور مع الملعب، وبعد كده لازم هرد تلتين ملعب مش نص، تلتين ملعب علشان برضو احسسهم ان انا على طول ضاغط عليهم. وفي نفس الوقت 4 2 3 1 اكيد في واحد من الديفندرات بيكمل وبتتقلب الطريقه ل 4 1 4 1، معرفش حاله اللعيبه اللي كانت مريحه حالتهم ايه، لكن لو موجود حسام عاشور هو اللي قدام الاربعه الديفنس، وهو اللي بينظم حته ان انا باخد من الباك ليفت اودي للباك رايت واخد من الباك رايت، تدوير اللعب شمال يمين، تدوير اللعب والحفاظ على
استحواذ على الكرة، وبيبقى معاه حسام غالي او السولية وعبد الله السعيد، دول اللي بيلعبوا على قدام، دول ريسك الهجمة، دول اللي هو برضو في ناس كتير تقولك ايه اصل الكرة اتقطعت منه 10 مرات. يا حبيبي ما هو في العشرين مرة اللي الكرة جات له هو على طول بيلعب لقدام، فهو بيلعب يعني كرة لو راحت جون او تتقطع، ففي ناس بتلعب على الريسك، منهم صالح، منهم حسام غالي، منهم عبد الله السعيد. الباص اللي فيه مخاطره اللي هو المفيد، خلاصه الكلام. ما هو انت في الاخر بتقابل فريق بيلعب جيم دفاعي، فانت بالعقل كده انت عندك 4 وحسام عاشور ادي 5 تحت خط الكوره، 5 يبقى انا فاضل لي 5 لعيبه، ال5 لعيبه دول بيدافع عليهم 8 وساعات 9، فازاي ال5 يخترقوا 8؟ لازم يبقى فيه مخاطره في الباص، في ريسك في الباص، واحد بيتحرك مؤمن زكريا يجي كده فيطلع علي معلول، فانا اختار بقى يا مؤمن زكريا لجوه يا علي معلول، ده كل ده فيه ريسك، لكن لو عدت هجمه، لو ما عدتش اتقطعت. في ناس بتلعب على الامان وفي ناس تلعب على المخاطره. 4-2-3-1 اظن ان في بعض العناصر من وجهه نظري لازم ترجع. احمد فتحي دوره مهم جدا. الفيصلي ما كسبناش كوره بس، كسبنا كوره وبصراحه ادونا علقه، لان كل كره مشتركه كانوا هم اللي بياخدوها، وكل كره فيها قلب وعنف كانوا هم اللي بياخدوها. دي عوضها لك احمد فتحي، الروح دي لازم لعيبه النادي، واللاعب اللي عنده روح اوفر بيعدي اللي جنبه. لازم لازم لعيبه النادي الاهلي تدخل المباراه وهي عارفه ان الفيصلي بيدخل، مستر نبوشه ده المدير الفني رائع رائع، مدرب كويس قوي، بيدي روح وبيقسم المباراه كويس، واللعيبه بتلعب باستماته. عارف انت كنا بنقابل فرق كده زمان يعني يقول لك اول ربع ساعه انزل في الكوره المشتركه، هم 90 دقيقه اقوياء جدا، فانا مش هينفع اقابلهم كده وكش. لا، في ناس وفي ناس كده، في ناس لكده وفي ناس لكده. عبد الله ممكن يشيل رجله مفيش مشكله، صالح ممكن يشيل رجله، لكن احمد فتحي ما بيشيلش رجله، ولا حسام عاشور ما بيشيلش رجله، هنا بقى حسام غالي ما بيشيلش رجله، هنا بقى بيبقى في ناس برضو لا انا محتاج الالتحامات اخدها، الكرات المشتركه صح. اخدها، مهم جدا الكره الثانيه. انا النهارده من نجيب او من رامي ربيعه بحط مثلا على وليد ازارو او على اجاي، الكره لما هتنزل هتنزل تروح لمين؟ ده قلب وروح وقوه واندفاع ولياقه بدنيه. فانا شوف فتحي عاشور مهم قوي، عبد الله السعيد مؤمن، وجهه نظري ان في 4-5 عناصر لازم يدخلوا، عندهم خبره كبيره قوي، خبره دوليه، بس برضو في الاخر انا ما اعرفش حالتهم، فما اقدرش يعني مش شايفهم قدامي عشان اقول لك وجهه نظر انا يدخلوا ولا لا. انا ما اعرف، مش عارف حالتهم بعد الاجازه ايه، الجهاز يعني الفني هو اللي متعايش وشايف. ما اعرفش هل الناس دي راجعه يعني خدت جرعات تدريبيه لياقه بدنيه، ما اظنش ان الاهلي عمل ماتش ودي، ما اظنش ان فبالتالي اللعيبه دي هل هتدخل من الاجازه على المباراه؟ ده بقى كله يحسمه الكابتن حسام البدري. لكن من وجهه نظري لو اللعيبه دي بلغه الكوره كده في المستوى بتاعها وفي حالتها البدنيه والفنيه، لا يكونوا موجودين واخد الماتشين دول عشان انا عايز اجيب البطوله دي اللي احنا كلنا طمعنا فيها زي ما حضرتك قلت في البدايه. كابتن وليد دلوقتي جري معاك جدا جدا، جمله او حابب تقول ايه في الاخر يا كابتن وليد؟ اتفضل. بص يعني الحمد لله الحمد لله ان الواحد اهلاوي، فعايز حاجتين. رقم واحد، احب قوي 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 حاجه اسمها رد الجميل. لما يكون النادي بتاعك مفرحك دايما لازم في وقت الشده تقف جنبه، صح؟ مهم جدا ان احنا ما نبقاش حاجه اسمها ايه يعني، ما نبقاش ناكرين للجميل. يعني يا جماعه جمهور النادي الاهلي دايما معودنا واحنا اتعلمنا كده منه، وبرده بنفكر بعض للذكرى بس او للتذكره، ان يا جماعه في كل الاحوال احنا بنحب النادي الاهلي ونسانده. فلما يبقى النادي ده والفريق ده مفرحك، لما يتغلب او يحصل له، انا بقول الكلام ده دلوقتي تعليقا على السنه اللي الاهلي خسر فيها الثنائيه دوري وكاس، لا لازم نقف جنب النادي الاهلي. ما ينفعش فريق مفرحك كل السنين دي وتيجي لكبوه او لبطوله او اتنين او تلاته او سنه او اتنين او تلاته ان انت تنسى ده كله. دي نقطه نحطها بقى بصمه عشان تبقى معانا على طول ان شاء الله. انا بقف جنب فريقي في الحلو وفي المر، وهم الجماهير المحترمه بيقولوا كده على الحلوه والمره. دي حاجه دي حاجه. الحاجه الثانيه، جماهير النادي الاهلي زي فريق النادي الاهلي، مش عايزينه يتفرق.
زي ما احنا بنقول على الجماهير على الفريق، مش عايزين حد يفرق الفريق، احنا برضو مش عايزين حد يفرق الجماهير. صح. الجماهير اللي تيجي تيجي باي انتماء وتيجي باي يعني، يعني يجوا جماهير عادية، يجوا ألتراس، يجوا ستات من البيوت، يجوا اطفال، هو في الاخر انت رايح تشجع فريق الاهلي. فاتمنى ان زي ما انا خايف على الفريق انه يتفرق، كمان اتمنى من الجماهير ان هي تلم بعضها. مفيش حاجة اسمها مجموعة مش هتشجع النادي الاهلي عشان هي شايفة كذا، او مجموعة هتروح بس مش هتشجع النادي الاهلي، او مجموعة هتروح تشجع بس هتروح شجع بثقافة، لا احنا كلنا في 25,000 اللي يروح الملعب ممثلين جنب النادي الاهلي بس، وهم ادوا درس خصوصا في مباراه نصر حسين داي لما دخل الاهلي في هدف، شخصيه الاهلي وجمهور الاهلي العظيم العب يا اهلي كنا سامعينها كلنا طبعا. وبالتالي الاهلي رجع المباراه بجمهوره ولاعبته وجهازه، وهي دي وحدتنا طبعا. وفي الاخر وفي الاخر يا كابتن شادي ال 25,000 دول ممثلين عن جماهير الاهلي في كل انحاء العالم. صح. هم ممكن يكونوا ال 25,000 مثلا ما بيعرفوش يشجعوا تشجيع واحد، لكن هو كل روحهم مع النادي الاهلي، بيحب الاهلي وبيحبوا الاهلي ونفسهم الاهلي، ممكن بقى اللي يسقف، ممكن اللي يسكت، ممكن اللي تيجي عليه بصدمه، ممكن اللي يجي يقعد يصرخ كله، بس في الاخر احساسك ونبضك وصل لهم، وصل للعيبه، وصل للجهاز الفني، والا ما كانتش تبقى الفرحه كده. صح. ده كل صح. الناس جريت يمين وسام عبد العزيز جري شمال. كابتن وليد صلاح الدين شرفتني ونورتني من الاصدقاء المحترمين. الاجيال اللي ما شافتكش وانت بتلعب، انت واحد من افضل لعيبه في تاريخ النادي الاهلي اللي لمسوا كره القدم، لعيب جماهيري، الجماهير كانت بتطلب لوليد صلاح الدين يبقى موجود، ودي حقيقه وانا شاهد على الكلام ده كله. كمان كلامك في الكوره انا بستمتع بيه ومبسوط بوجودك معايا كابتن وليد، شرفتني ونورتني حبيبي يا شادي، ربنا يخليك ومتالق دايما. اشكرك. وكنت سعيد ان انا معاك في بيتنا، وان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله بكره افوز للنادي الاهلي ونفرح جماهير الاهلي كلها ان شاء الله. ده كان حوارنا مع نجمنا النهارده كابتن وليد صلاح الدين، اتمنى يكون عجب حضراتكم. كمان طول ما في روح فانيله النادي الاهلي، في زي ما الكابتن وليد قال من شويه واكدنا على الكلام ده بعد المباراه اللي فاتت، المباراه ننساها بحلوها بمرها بكل حاجه كانت فيها، النهارده دي مباراه جديده، طموحنا زاد بسبب الجهاز الفني واللاعبين، مطلوب روح فانيله النادي الاهلي، الكور المشتركه، اللعب على البطوله، واللي يلعب يلعب، المهم الاهلي يكسب، كلمتنا المعتاده، عندنا ثقه كامله في اللاعبين الرجاله والجهاز الفني المحترم للنادي الاهلي. وقبل ما اختم عايز اقول كمان جمله اخيره، عندنا بطوله عربيه، عندنا بطولة افريقيا، عندنا كاس مصر، ومفيش حاجة اسمها بند الثمان سنين، اصلا عندي قوي، فمفيش حاجة اسمها بند الثمان سنين. واختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير.